بعد مباراة مثيرة وتحكيم مهزوز، الزمالك يهزم الأهلي 3-1. الأهداف لنادي الزمالك زيزو، مصطفى محمد، وأسامة فيصل، وأحرز الأهلي ياسر إبراهيم. والتوفيق يغيب عن الأهلي في هذه المباراة. كابتن حلمي، ألف مبروك، وبنبارك لك على العرض وعلى النتيجة. الحمد لله، أنا ببارك لفريق نادي الزمالك، وفوز مستحق، فوز عن جدارة، لعبوا بأريحية شديدة حتى وهم ناقص العدد، أحرزوا الهدف الثالث، لأن كان فيه هجوم منظم، في أداء تكتيكي أكتر من رائع، في جماعية أداء في الهدف الثالث، شيء يعني بيفكرونا بالكرة الأوروبية، إنكار ذات، تمرير جيد جدا في للاعب غير مراقب بالمرة، قدر يسجل الهدف الثالث، قتل المباراة تماما في آخر دقائق في الدقيقة 93. نادي الزمالك استغل بشكل كبير جدا الهدف معنا يا كابتن حلمي. أيوة، يمكن ده الجول الأول بن شرقي لما عدى من ياسر ناحية اليمين. أيوة، ولعب الكرة بشماله عرضية لزيزو. أيوة، ده الجول الثاني ياسر إبراهيم، ولعب الكرة جت في دماغ محمود علاء ودخلت جوه الجول. ده هدف التعادل. أيوة، بعدين شفنا سيطرة بعض الشيء للنادي الأهلي، ولكن نادي الزمالك استغل كرة مصطفى محمد، وبرضه خالي من الرقابة، يعني ياسر إبراهيم ضغط عليه في الأول وبعدين سابه. ما ضغطش عليه، استلم ولف وبدون أي ضغط عليه، وده الجول الثالث، وكان نادي الزمالك بيلعب 10 أفراد. شيء رائع جدا، يعني هدف رائع جدا، هدف تكتيكي على مستوى عالي جدا. الهدف نسبة 90% من أونج. بالظبط طبعا، بالظبط طبعا طبعا. لا، والتمريره الاولانيه قبله طبعا، التمريره بتاعت بن شرقي ده حاجه مميزه جدا جدا. نادي الزمالك استغل الاندفاع الهجومي بشراسه من النادي الاهلي، استغله في هجمات مرتده منظمه. بقى في بيبقى 4-4 دايما على في على على النادي الاهلي، وقدر النادي الزمالك يستغل الهجمات ديت، يستغل غياب التركيز الدفاعي في النادي الاهلي في احراز هدفين ورا بعض. شيء رائع، انا ببارك لنادي الزمالك، هارد لك للنادي الاهلي، فوز مستحق لنادي الزمالك، تحيه للاعبي الفريق ومدربهم وجهازهم الفني. يمكن انا كنت متخوف في الاول من كثره عدد اللاعبين الهجوميين الهوى، لكن الفريق اللي بيلعب على هدف واحد غالبا ما بيكسب، انما الفريق اللي بيلعب على هدفين غالبا ما بيخسر. كابتن علاء، شفت الماتش ازاي؟ وهل تفوق كارتيرون النهارده على مستر فايلر؟ اولا مبروك كابتن حلمي، الف مبروك. شكرك. هو تفوق عليه بدايه الماتش، يعني احنا اتكلمنا وقلنا التشكيل وتوظيف اللعيبه وكده، وواضح ان الزمالك حتى مش متسيد المباراه، يعني هو النهارده واضح ان مش يوم النادي الاهلي، في كم فرص مش طبيعي ده الجول، يعني جول التعادل داخل اللي هو بالخناقه يعني زي ما بيقول، لكن توظيف اللعيبه في الملعب هو ده المهم. اما بنزل دايما في مكاني وعندي ارتياحيه وعارف مين على يمين ومين على شمال وحافظ الشكل وحافظ المكان اللي بتحرك فيه، خلاص انا ما عنديش مشكله. واضح ان لعيبه النادي الاهلي كلها نازل في سنه قلق. اوحش حاجه لعيب الكوره ان هو ينزل الملعب يبقى مشغول بحاجه، مشغول مثلا بيلعب في مكان جديد فانا هادي فيه ازاي، يعني مثلا مثال محمد مجدي بيلعب ناحيه اليمين هادي فيه ازاي، فهو مشغول انا هطلع امتى وهرجع امتى طب هخش في قلب الملعب، طب مين هيطلع. كل المشاكل اللي حصلت في الشوط الاول ده اتكلمنا عليها، الشوط الثاني عالج بعض المشاكل، الشوط الثاني ضغط كويس قوي، متسيد المباراه، متسيد الشوط الثاني كويس، واتعادلت 1-1. بعد التعادل 1-1 ده رجعت تاني، يعني ما كملتش ضغطك وبتدور على الهدف التاني، وسبت المساحات اللي لعيبه الزمالك لعبوا عليها، وكارتيرون واضح انه بيلعب على حته القلب. لو جبت كل هجمات نادي الزمالك يا ايمن كلها، كله بيلعب على القلب، بيلعب على مصطفى دايما، حتى من على الاطراف، لا واحد هنا وواحد على اليمين واحد على الشمال، ودايما حد بياخد من ورا الباك العكسي، ودي يمكن هي مشكله على فكره اللي حصل النهارده. الاخطاء عادي جدا في كره القدم، المهم تتعالج، يعني خطا في الهدف الاول تمركز بعلي معلول يتعالج،
شريف المقابله هنا بتاع اللعيب كان لازم يهدى كام شويه، لان هو يعني ياسر لازم كان ما يدخلش هنا، ايمن هنا ما يدخلش، ما كمل مع اشرف بن شرقي وده من خليل بره طلعه على بره، طلعه على بره. لكن طبعا اشرف بن شرقي النهارده لو انا هاخد نجم مباراه هاخده هو، اساسا عامل مباراه هايله، راجل عامل هدف الاول حلو قوي وباصص وعارف بيعمل ايه، تكمله زيز من ورا علي معلول ماشي خطا لكن يتعالج، هي كره القدم طول ما انت بتلعب انت بتتعلم من اخطائك. هنا الهدف التعادل بعد ضغط رهيب من الشوط الثاني، الشوط الثاني انت خلاص سيادة الشوط الثاني ليه ايمن؟ عملت حاجه واحده بس، رجعت كل واحد مكانه، خلاص كل واحد رجع مكانه. عايز حاجه؟ بس ما كملناش بعد الجول. ما انا هقول لك، ما دي مشكله، انا قلت خطا بعد الهدف ايه؟ ما كملتش ضغطتك، والزمالك خلاص بدا ينكمش وحس ان هو امتلاك الكره كان في الشوط الاول الزمالك مش موجود. أيوة. مع طبعا وجود تعب بدني طبيعي جدا زي يوسف اوباما ما خرج وكده، الى ان الكره دي يعني انا مش عايز احمل ياسر الهدف كله. طب هو مين اللي كان معاه اللي عامل الكره بالعرضيه دي؟ حازم، مين اللي عملها؟ ما فاضي يا ايمن دلوقتي في مشكله النهارده يا ايمن. بص مين هنا؟ بص يعني حازم مشي واحده والثانيه ولعب الكوره، بيلعبوا كره اريحيه كويس. لا مفيش حد غلط، مفيش مقابله صح. النهارده يؤخذ على لعيبه النادي الاهلي، مفيش ضغط. الله ينور عليك، مفيش ضغط خالص. لو جبت المباراه كلها كده مفيش لعيب ضغط على لعيب، ولا ضغط خلق، ولا ضغط جماعي، ولا ضغط فردي، ولا حاجه خالص. يعني الهدف يقول لك ان مفيش ضغط ايه هنا يعني ياسر، الخطوه اللي خدتها ورا طب ليه ما خدهاش لقدام؟ صحيح. يعني هي يعني هنا بعد، لا هنا خد الكوره ليه؟ ممكن اكمل كمان يا كابتن معاه، ماشي يعني وهي عليت يعني هي. بص هو مصطفى طبعا استلام حلو قوي، بس في وقت قليل قوي ايمن الكوره عليت، الوقت ده الخطوه اللي خدتها ورا طب ما خدها قدام. خلي بالك كابتن، انا عايز اقول لك حاجه في الكوره دي، ما تنساش ان مصطفى محمد ياسر كان مواجه ومصطفى محمد ظهره للجول، ظهره للجول يعني ودي اصعب. دي بالنسبه للديفنس اسهل، اسهل بكتير. ما عشان كده بقول لك يعني طبعا انا بثق في الراجل في مصطفى محمد ده، يعني هايل، هيبقى فرد مصر يعني ما فيش كلام. لكن استلامه الكوره استلام كويس بس عليت الفتره دي يا ايمن، الخطوه اللي خدتها ورا ياسر لو خدتها لقدام كان مساحه التسديد اللي عملها مصطفى دي مش هيلاقي المساحه دي، لكن مصطفى لقى فرصه سدد بمهاره يعني يحصل عليها. طبعا الشناوي بعيد كل البعد عنها ما يسالش عنها، لكن في اخطاء النهارده حصلت في لعيبه النادي الاهلي كويس، انا موافق احسن يعني كويس حصلت النهارده، ضغط مش معمول، ولا بقول لك فردي ولا جماعي، التغطيه العكسيه وحشه جدا النهارده. لازم اقول ان كارتيرون الف لعبك، هو ما همهوش امتلاك الكره ايمن قد ما همه ان هو يبقى مؤثر، وهو وصل للنقطه دي ماشي، الحظ كان معاه انا موافق، لكن هو دارس كويس قوي وحاطط الافراد اللي هيساعدوا خطته. كل مدير فني، وانا كابتن حلمي طبعا ما شاء الله، بيدور على الافراد اللي تناسب طريقه لعبه. يعني هل عادل ينفع في المكان ده ولا يوسف احسن؟ لا هو اختار صح وخد من كل لعيب اقصى مجهود عنده. يعني كابتن حلمي بيقول لي كلمه، بيقول لي الهدف الثالث جه والزمالك ناقص واحد، يعني ساسي بيلعب باك ليفت وعبد الشافي كان خرج وجي فيك الهدف الثالث برضو، لعب كوره مرتده على المساحات، واللي عامل التمريره التحفه دي اشرف اللي هو نجم المباراه النهارده. فهو بص هو واضح فلسفته النهارده في المباراه ايمن، انا عايز اوصل لمرمى الاهلي باقل تمريره موجوده واقل مجهود بالنسبه للعيبته هو. يعني الهدف الاول اشرف مجهود فردي، الهدف الثاني التمركز غلط مصطفى محمد، الهدف الثالث طبعا ونجم عامل كوره جميله بصراحه طبعا، مفيش حد يفكر تفكير راقي ده غير هو، وتمريره بن شرقي هو بن شرقي نجم المباراه. لكن بص ايمن هقول لك حاجه، ونجم بص ونجم يعني اي حد غيره هيشوط مظبوط، لا هو رايح لامح لامح اسامه، لامح اسامه وشايفه واخد خطوه، كله قال هيشوط، لا هو عمل واحده بالعرض سهله جدا جدا جدا، هدف حلو. فده هو ده اسلوب نادي الزمالك، استغل المساحات، كارترون عرف يستغل المساحات كويس قوي النهارده، يعني مش عيب نتكلم عنه على فكره، اديله حقه. مستر فايلر اداره المباراه بدايه متعثره وبعدين لحق عدل بعد 1-1 كانت محتاجه ضغطه تاني، لكن ساب شويه تاني اللي هو يعني عارف انت ايام لما تتعادل وتحس ان انت اطمنيت شويه، الكوره معايا في رجلي كتير وانا اللي ضاغط. أيوة. مفيش حاجه اسمها اطمئنان في الكوره غير لما الحكم صفر. مبروك للزمالك 3 نقاط، هارد لك النادي الاهلي، مش نهايه الكون خالص، كويس اللي حصل المباراه النهارده، ناخد الاخطاء اللي فيها. لكن النهارده لما لعيبه الاهلي بعذرهم في حاجه النهارده، في يعني سوء حظ واضح جدا، لكن
مبروك نادي الزمالك وهارد لك نادي الاهلي. كابتن محمد، الكابتن علاء اتكلم على نسبه الاستحواذ، يمكن نسبه الاستحواذ النهارده كانت للنادي الاهلي 55%، ولكن الاخطاء بالجمله. هو طبعا يعني الاستحواذ حاجه كويسه او يعني مؤشر كويس، بس ما هوش كل حاجه. يعني طبعا كتير جدا بتبقى انت تاخد بالك او بتبقى في حسبانك ان انت تشوف الاستحواذ بتاع فرقتك، خصوصا اسلوب النادي الاهلي والايدنتيتي بتاع النادي الاهلي هو الاستحواذ في جميع المباريات بتاعته. انما انا عايز اتكلم على ان الاستحواذ ده بعديها انت لازم يعني الاستحواذ ده وسيله، انت بعد كده بتعمل ايه بالاستحواذ؟ ببدا ان انا احط الفرقه في التلت الدفاعي بتاعها، ببدا ان انا افضل مستحوذ عشان انتهز الفرصه اللي انا اقدر اخترق فيها اختراق مؤثر. فده الغرض من الاستحواذ، بس هو في حد ذاته ما هوش هدف. يعني خلينا انا بقى اتكلم على حتتين مهمين جدا. انا عايز اخد من المباراه في شق ايجابي وفي شق سلبي. الشق الايجابي هو ان انت النهارده كويس ان المباراه حصلت مباراه كبيره. انت النهارده لما بتلعب مع يعني منافس قوي زي نادي الزمالك ويحصل النتيجه دي، فده مؤشر او يديك بعد كده الارم على شغل مستقبلي. الشغل المستقبلي ده في المباراه القادمه والهدف الاكبر وهو مباراه الوداد وبطوله افريقيا. فكويس، انا هاخد يعني بتتوقف على هل الطبع الواحد لو انت ايجابي ويعني مستبشر خير، فانت هتاخد من نتيجه النهارده حاجات كتيره جدا سلبيات حصلت. خلينا نتكلم على اول حاجه، ان زي ما قال الكابتن علاء النهارده في مساحات كتيره جدا، وقلنا قبل كده يمكن المساحات الكبيره دي مع فرقه مش كبيره مش هتبان قوي، لكن النهارده فرقه الزمالك فرقه كبيره، فريق عنده عناصر دوليه، عنده عناصر بتلعب في منتخب مصر، عنده مهارات فرديه وامكانيات فنيه فرديه، عنده كمان حاجه كابتن ايمن يمكن ناس كتير غافلين الحته دي، كارترون حافظ بحكم ان هو درب الاهلي حافظ لعيبه الاهلي. فايلر يمكن شويه ما لعبش قدام الزمالك غير لقاء السوبر ولقاء الكاس اول ما جه. لا سوري، لقاء السوبر بس اثنين سوبر. اثنين سوبر. فدي شويه ممكن انت لما بتدرب فرقه فانت عارف ايه النو هاو بتاعها وعارف فين المفاتيح. ده الهدف الثالث هو معانا. مظبوط. يعني الهدف الثالث ده انا ليا كذا وجهه نظر فيه. اول حاجه ان تمركزاتك وانت بتدور على هدف التعادل، تمركزات كلها هتلاقي ان الثلاث لعيبه بتوع نادي الزمالك فاضيين. المفروض وانا بهاجم عشان ادور على الهدف الثاني اللي هو هدف التعادل اللي انا اخرج بيه متعادل، لازم كل اللعيبه اللي ورا اللي هي واقفه سواء مدافعين وسط الملعب او المدافعين المساكين والباك العكسي لازم يبقوا واقفين وقفات دفاعيه صحيحه في رقابه، تنظيم رقابه منظمه. لكن واضح ان هنا كله مركز في الـ في الـ في الـ ارجع معلش تاني، انا عايزك ترجع تاني عشان هتكلم على حته برضه. فلازم وانت بتهاجم لازم تبقى وقفاتك الدفاعيه محسوبه. رقم اتنين، انا هنا ضد ان ايمن اشرف يطلع يقابل بن شرقي. انت لا انت قابلت وقطعت الكوره ولا انت استنيت المساحه اللي في ظهرك اللي معموله بالمربع الاحمر ده اللي اخترق فيها اوناجم، لان انا كسردباك ناحيه الشمال في الكوره دي انا النهارده بن شرقي لو فضل يجري بالكوره محمد هاني بيجري جنبه، وياسر ابراهيم بيلعب مع كاسونجو بره اهو، اللي جاي بقى شائق في في في, في, في المساحه دي ومخلي علي معلول بره الهجمه اوناجم، يبقى انا كسردباك ناحيه الشمال راجل في الحته دي لازم استوعب او ان انا اغطي المساحه اللي في ظهر الباك بتاعي. مزبوط. خصوصا ان احنا مهاجمين. مزبوط. فانا ايمن، انا ايمن المفروض يستنى ما يقابلش ويسيب محمد هاني يجري جنب بن شرقي. اكتر حاجه هتحصل ايه؟ ان محمد هاني هيعمل فاول تكتيكي مع بن شرقي وخلاص. او لو جه مرر يبقى انا واخد اوناجم وجاري بيه. فالنقطه دي انا بقول ان في النهارده مجموعه سلبيات حصلت، المجموعه السلبيات دي لازم نبص لها. طبعا يعني اوناجم اتصرف تصرف هايل، خلاص هو ده الجون، الباص اللي عمله بن شرقي لاوناجم هو ده الجون. بعد كده طبعا اوناجم دي ميزه منه انه بص وشاف اسامه فيصل. النقطه كمان اللي عايز اتكلم فيها هي 45 دقيقه يا كابتن ايمن، 45 دقيقه الاولانيه لغايه ما فايلر راح ظابط ال 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 ظبط الملعب بالتغييرتين، راح منزل وليد سليمان طلع ديانج
وراح من اسل جيرالدو وطلع جونيور اجي. يمكن بناء على كلامك بدانا الشوط الثاني زمالك كابتن علاء بدايه هجوميه كويسه طبعًا. ولكن الاستمراريه ما حصلتش. ما طبعا انت لازم غير الاستمراريه كمان، انت لازم النهارده في حاجه انت النهارده مع الاستمراريه وان انا لازم ابقى قوي دفاعيا. يعني ما ينفعش وانا بدور على هدف وعايز اجيب هدف ان يتعمل كره مثلا زي بتاعت مصطفى محمد، اوكي هو فيها جانب مهاري عالي جدا منه، لكن في نفس الوقت الرقابه لازم تبقى لصيقه جدا. احنا المدافعين دايما يقولوا ايه، كل ما المسافه تقرب من المرمى كل ما انا لازق اكتر، ممكن يبقى المسافه بيني وبين المهاجم كبيره شويه لو احنا الكره لسه في وسط الملعب، لكن احنا خلاص انا قربت، الراجل استند على الكره وعليت فوق ونزلت راح واخدها بوش رجل. يعني في اخطاء، لكن اتمنى ان احنا نتعلم من الاخطاء دي لان احنا عندنا هدف اكبر. خليني بقى انا اكلمك كمان بشكل عملي شويه، احنا خسرنا مباراه بس ما خسرناش بطوله. يعني النادي الاهلي طبعا هدفه ومن ضمن الحاجات اللي بتبقى في ذهن النادي الاهلي ان البطوله الخاصه بينه وبين الزمالك في مباريات زي المباراه دي بيبقى بيبحث عن الفوز زي ما بيبحث عن الفوز في كل مباراه، لكن دي بطوله خاصه. لكن النادي الاهلي بيلعب بشكل اشمل شويه وهو الهدف الاكبر البطوله، فالنادي الاهلي متصدر بطوله. لكن النهارده جه الارم، انا باخد الجانب الايجابي بقى من النهارده وهو ان انا لعبت النهارده كم اسبوع؟ الاهلي لعب 22 اسبوع 22 اسبوع 22. في ال 22 اسبوع دول كله دخل خمس اهداف، النهارده بيخش فيك ثلاث اهداف. فمعنى كده ان لازم مستر فايلر واللعيبه يرجعوا نفسهم تاني في الحته اللي دي، في الحته اللي ورا، ولازم يبقى فيه عايز اقول ايه يعني شبه ثبات في الحته دي، لازم شبه ثبات، لان دايما خط الظهر كل ما بيبقى حافظين بعض يعني دايما التغييرات بتبقى قدام، ممكن اركب هارموني مثلا اثنين راس حربه وتحتيهم واحد، اثنين تحت وواحد راس حربه، واغير في الحته اللي قدام دائما بيبقى فيها التغييرات اكتر، لكن الحته اللي ورا بيبقى فيها تجانس، فيها حفظ بعض، بيبقى خلاص انا عرفت ده بيغطي، ده هيغطي تحتيه، انا بطلع في الكره العاليه، الثاني بيغطي من تحتيه وهكذا. فلازم الحته دي يبدا مستر فايلر يشتغل عليها الفتره الجايه، لان رب ضره نافعه. انت النهارده حصل ده، لكن في بطوله انت الحمد لله ماشي فيها ومتصدر فيها بشكل ممتاز، فمش عايزين المباراه النهارده تاثر بشكل سلبي ونحملها اكتر. طبعا مع احترامي لنادي الزمالك او اي نادي، الاهلي متصدر بطوله، مبروك لنادي الزمالك عمل مباراه كويسه جدا ويعني لعب على مفاتيحه، على نقط ايجابياته، النقط القويه اللي عنده، ولعب على سلبيات الاهلي واللي ساعده بعض التمركزات الغير جيده اللي اسفر عنها اهداف. كابتن عادل، هل الاخطاء اللي وقع فيها مستر فايلر النهارده سواء في طريقه اللعب والتشكيل اثرت من بدايه المباراه على وضع النادي الاهلي وهزيمه النادي الاهلي في النهايه؟ يعني انا النتيجه بالنسبه لي مش مفاجاه قوي، والاداء كمان مش مفاجئ، لان الاخطاء اللي حصلت النهارده هي نفس الاخطاء اللي اتكلمنا عليها في مباراه اسوان، وهي نفس الاخطاء اللي اتكلمنا عليها في مباراه امبي، اخطاء شبه مكرره. واتكلمنا ان التغييرات الكتير في الاماكن بتفقد اللعيبه شخصيتها وهويتها جوه الملعب، بتفقدك كمان احساسك بالمكان، وبتفقدك الثقه. انت راجع من خمس شهور وراجع مش على ثبات لسه، يعني مفيش حاجه ثابته قدامك، مفيش تشكيل ثابت بتشتغل عليه، غيرت مراكز اللاعبين، عندك اصابات، عندك في ناس ما جددتش، فطبيعي انك تبدا تشتغل على الحاجات اللي موجوده عندك بالشكل الواقعي بتاعهم، بكل واحد في مركزه. انت النهارده من اول مباراه الجونه في الوديه وبعد مباراه امبي ومباراه اسوان في تغييرات في اماكن اللعيبه جوه الملعب، هويه اللاعب مش موجوده. النهارده مؤشر بالنسبه لي، لا مؤشر مقلق. هو انا يعني المباراه مش مهمه في الدوري، ولكن هي مباراه بين قطبي الكره المصريه، والزمالك كسب، الف الف مبروك للزمالك وبارك لكابتن حلمي. شكرا. بس القصه مش مباراه النهارده، القصه ان هي حاجه مكرره بقى لها كذا مباراه، وفي نفس الشيء برضو مباراه السوبر ده برضو تديك مدلول للي انت فيه دلوقتي. مباراه السوبر برضو ما كانتش مش يعني انا مش عايز احمل بس يعني الموضوع كبير، بس انا بشوف الحاجات اللي قدامي بشوف بقولها. مباراه السوبر برضو ما قدرناهاش بشكل كويس، والكلام ده قلناه في المباراه اللي قبل اللي فاتت، قلنا هل سيناريو الزمالك هيروح لمباراه السوبر برضو نفس التحفظ ان احنا ممكن نلعب بشكل يعني هجومي اكتر، وان انت بتبقى عندك شخصيه. فالنهارده في حاجات تضايقك جوه الملعب بعيد عن النتيجه،
نتيجه وارد جدا تخسر وتكسب ومش مشكله، وممكن تبقى النهارده الاهداف اللي دخلت ممكن تبقى موفق فيها والمباراه تطلع بنتيجه التعادل او تكسب كمان، لو جيت حسبت الفرص ممكن تلاقي فرص النادي الاهلي اكتر وما كانتش موفق فيها، ولكن في حاجات جوه الملعب تديك مردود مش حلو. هدف الزمالك الاول هو كره مكرره لكره وليد سليمان وجيرالدو. شوف التعامل هنا من مدافعين الزمالك وشوف التعامل هنا من مدافعين الاهلي، شوف يعني هنا في بيتعاملوا يعني بحديه جدا وشراسه في الكوره، والجون الاول في الاهلي الامور كانت سهله شويه سهولة. وشوف تعامل كمان الهجومي من الزمالك فيها بالشراسه وتعامل مع جيرالدو فيها انك تروح تقطع بدري، الحاجات دي برضو خد بالك ليها علاقه بالحميه، انك مش كلها حاجات فنيه، حاجات فنيه بس لو انت ما عندكش قلب انك تجري 3 متر زياده دي برضو بتيجي من القلب على فكره، مش كلها فني طبعا. كلها بتفكر بس انت جواك ايه، فدي حاجه من الحاجات اللي النادي الاهلي افتقدها النهارده. الكره الثانيه، الكره الثانيه قرارات كتير جدا، الهدف مصطفى محمد كره ثانيه، الشوط الاول فيه كره كذا كره مكرره كره ثانيه، الكره الثانيه دي اول حاجه بتقيس عليها معانا الجول بالظبط، ده مش الجول الاول، ده الهدف الاول، لا دي كره ده الكره اللي ضيعها دي كره سليمان وجيرالدو، دي كره وليد العبشان يطلعها في اخر ثانيه. بص المسافه دي فرصه النادي، فرصه النادي الاهلي، بص المسافه قد ايه بين المدافع والعارضه، وبص المسافه بين جيرالدو والعارضه، هتلاقي ان جيرالدو اقرب للعارضه بس مين اللي عايز الرغبه عند مين؟ بالظبط الرغبه عند مدافع الزمالك عبد الشافي، وفي كوره ونفس الهدف في الشوط الاول اللي في النادي الاهلي، لا الرغبه عند المهاجم مزبوط. فالرغبه انا فنيا ممكن تبقى مش كويس بعيد ما عنديش مشكله خالص، لكن انك تبقى الرغبه وانك ما عندكش شخصيه جوه الملعب دي نقطه مهمه جدا. انت النهارده في كور كتير جدا بتجيلك جوه في نص ملعب لوحدك وبتشتتها، وفي كور جت للمدافعين عندهم اريحيه يلعبوها اتشتتت، الحاجات دي ليها علاقه بالشخصيه في نص ملعب وميس باص كتير جدا من الماتشين اللي فاتوا على فكره. ما احنا هو ده انا بتكلم فيه بقى. انا مشكلتي ان انا مش النهارده، مشكلتي النهارده عادي مباراه تكسب تخسر مش مشكله، لكن لما يكون حاجه مكرره لا تديك لازم تقف وتشوف ان انت عندك اخطاء تشتغل عليها، لازم ده مش عيب خالص دي، بس انا النهارده اللي ضايقني انك شخصيه النادي الاهلي مش موجوده في الملعب خالص. صحيح. كل الكور المشتركه نادي الزمالك واخدها معظمها، اهو نادي الزمالك واخدها. صحيح. الضغط على الخصم كل انت في اخر المباراه عدد احرف لعيب في الملعب بيلعب ناحيه الشمال، استسهال مش استسهال ممكن استسهال. يعني مش واحده بس هي ليها تفسير، ممكن ابقى انزل مستسهل المباراه مش مركز قوي في المباراه ممكن وارد، كوره عاليه ممكن ما تحضرتش كويس للمباراه، ممكن انك انت الكوره المشتركه انت داخل بجديه عشان انت مركز كويس قوي، دي الصفه الاساسيه بتاعتنا بالظبط، وانا نص ونص فانت احسن مني، بس ما اظنش ان انت مستسهل المباراه لان وليه ما نقولش، وليه ما نقولش، وليه ما نقولش انت مش تفكيرك مش صافي يا كابتن، ان الزمالك كفريق قام بدور الدفاعي بشكل جيد جدا وهجومي على فكره، تنظيم دفاعي جيد جدا واستغل الاخطاء. وبعدين في مقوله بتقول الفريق الذي يجيد العمليه الدفاعيه ما يخسرش، وممكن يفوز، ممكن يكسب في اي وقت، وممكن يفوز مزبوط. وده اللي حصل مع نادي الزمالك النهارده، فهي دي بقى النقطه يعني. ان النادي الاهلي الحته اللي بيتميز بيها ما كانتش موجوده النهارده، ان في مش عايز اقول خشونه ولكن في رجوله في الاداء لا ما كانش موجود خالص. كره الهدف الثالث في مشكله كبيره جدا، الكره طلعت في الهواء ونزلت ثاني، كره مكرره يا ريتنا نجيبها، كره مكرره للهدف الثاني، يعني هدف مصطفى محمد الكره طلعت في الهواء كان ممكن على الاقل يضغط عليه ياسر ابراهيم، لو طلعت معاه على الهواء هو مستحيل يعمل حاجه هيلعبها كده. وبعدين مش ياسر بس، ياسر والسوليه السوليه كان موجود بينه وبينه 4 متر او 5 متر، لو راح بدري مصطفى عمر مجال الحركه بتاعته ما هيقدر يخليه يشوط مستحيل، على الاقل هتبقى موجود. يا ريت نجيب الكره دي ثاني ونشوف الهدف الثالث، الكره في نص ملعب برضو الكره طلعت مع هاني، وهاني راح سايبها وراجع 4 5 متر لورا، لو انا طلعت في الهواء معنا الكره، لا الكره دي من اولها، الكره دي الكره الثانيه، الزمالك اخذ الكره الثانيه في الجول الثالث الكره طبت، لا في الاولانيه خالص، في الكره اللي في نص الملعب، الكره اللي طلعت في نص الملعب كان برضو فيها كره ثانيه، وهاني رجع اخذ 3 متر لورا والكره واتلعبت لبن شرقي، وبن شرقي حطها لأوناجم. ففي الحاجات دي كلها دي صفات البطل، صفات البطل مش انك تبقى الكور المهاريه بس وانك تروح على الجول، لا مش هي دي صفات البطل، صفات البطل يبقى عنده شخصيه جوه الملعب، يقدر مغلوب باربعه وخمسه بس بيحارب، مش ما عنديش مشكله في النتيجه خالص، النتيجه مش فارقه معايا، لكن في النهارده ناقوس خطر، احنا ماشيين في اتجاه انا شيء مقلق في مباراه افريقيا. كابتن حلمي هنتكلم عن ايجابيات المباراه بالنسبه لنادي الزمالك ولكن بعد هذا الفاصل.
نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وقبل ما نروح للكابتن حلمي هنروح لمراسلنا شريف شعبان في ملعب استاد القاهره نتعرف منه على اللي قاله مستر فايلر في المؤتمر الصحفي. اتفضل شريف. تحيه مجدده كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. وطبعا زي ما عودتنا الكوره الكوره مكسب وخساره، محدش بيفوز على طول ومحدش بيخسر على طول، هي دي الكوره. وباذن الله قادم يكون افضل واحلى للنادي الاهلي. يمكن فايلر في المؤتمر الصحفي لخص كلامه كله في عده نقاط. يمكن بدا ان هم محبطين او محبط بخساره القمه، قال لك لعبنا كويس ولكن بعد ما جابوا جون والزمالك بعد التقدم جالنا فرص وضيعناها. اتكلم على فرص اللي الاهلي ضيعها النهارده كتير جدا وما كانش يوم النادي الاهلي كتير. وطبعا عن الاحباط اللي حصل له بعد الماتش، طبعا هو حزين من الهزيمه وقال لك احنا لازم نحضر للماتش الجاي. الكوره مكسب وخساره مش بشكل خالص، لازم احضر للماتش الجاي. قال لك غيرت جونيور اجاييل، بيقول لك ما عملش شو جيد عشان كده انا غيرت اجاييل. لبست ابيض النهارده، اتسال ليه لبست ابيض النهارده، لعبت على العامل النفسي لفريق الزمالك. قال لك لا خالص، مش على العامل النفسي خالص، دي كانت صدفه. وانا ما بلعبش على العامل النفسي، الكوره في الملعب وما فيش حاجه اسمها عوامل نفسيه، القصه كلها كانت في الملعب. استمرار تراجع اداء النادي الاهلي اتسال فيه ايضا فايلر، قال لك مش قلقان خالص ومش هيستمر التراجع دوت ومش قلقان وهنستعيد مستوانا بسرعه وما تقلقوش على بطوله افريقيا. اتكلموا برضو مع الاخوه الصحفيين عن محاسبه هاني وعن ياسر وعن ادائهم. قال لك مش عامل لعيب بالقطعه، اللعيب عامله على مدار فتره كبيره فما اقدرش احاسب لعيب بالقطعه. واتكلم ان هو دارس صحافه وان السوشيال ميديا مش هتاثر خالص على لعيبه النادي الاهلي. وقال لك كمان ان طبيعي لما فرقه تبقى كسبانه لازم تدي للناشئين، لكن هو الوضع معاه كان صعب وما كانش ينفع يدي للناشئين في هذه الفتره. يمكن ده ملخص اللي قاله فايلر النهارده في المؤتمر الصحفي. والراجل متفائل بالمرحله المقبله، وزي ما قلت لك كابتن ايمن ان الكوره مكسب وخساره والقادم باذن الله افضل للنادي الاهلي. وباذن الله النادي الاهلي حسم الدوري او اقترب من حسم الدوري، اهم حاجه باذن الله الفتره القادمه يكون افريقيا. متفائلين الفتره المقبله باذن الله والقادم خير للنادي الاهلي باذن الله. اعود ليك كابتن ايمن. نشكرك، شكرا جزيلا مراسلنا من ملعب استاد القاهره شريف شعبه. كابتن حلمي كنا بنتكلم عن نادي الزمالك وايجابيات المباراه والسلبيات، يعني النتيجه ما تغطيش برضو على السلبيه. لا مفيش شك، لان في كمان شهر زي ما كابتن عادل كان بيقول ان مباراه الرجاء. أيوة. ودي تعتبر بروفه قويه لمباراه الرجاء، ولا حضرتك شايف ايه؟ لا كلام مظبوط بشكل كبير. يعني هو طبعا في ايجابيات كثيره جدا لنادي الزمالك النهارده، انه اولا حقق الهدف المرجو من هذه المباراه، دي نمره واحد. نمره اتنين ان الجانب الدفاعي في نادي الزمالك والمساندة الدفاعية والتكتل الدفاعي كان يعني حجر زاوية في هذا اللقاء، نمرة اتنين. نمرة تلاتة الأهداف اللي سجلت بأسلوب تكتيكي رائع وأسلوب تكتيكي راقي، في جماعية أداء بشكل أكثر من رائع. ده كمان التسجيل الهدف الثالث بالرغم من النقص العددي، دي إيجابية كبيرة جداً. كيفية استغلال فريق نادي الزمالك للاندفاع الهجومي للنادي الأهلي في الشوط الثاني مكنته من أنه يسجل هدفين في الشوط الثاني بشكل جيد جدا. أسامة فيصل ده إضافة رائعة ومكسب كبير يضاف لكتيبة نادي الزمالك، وجرأة من الراجل أنه ينزله في التوقيت ده ما كان مصطفى محمد. بالضبط كده. السلبيات دكة نادي الزمالك، دكة نادي الزمالك ينقصها الكثير. أنا المفروض الدكة تبقى أقوى من كده. يعني أنا في دكة البدلاء بتاعت نادي الزمالك النهارده ما لقيتش مثلا بدلاء لطرفي الملعب للظهيرين، ودي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا يجب تغطيتها بأي صورة من الصور. دي نمرة واحد. نمرة اتنين دكة البدلاء ضروري تكون قوية أقوى من كده، دكة غير قوية في نادي الزمالك. بمناسبة دكة البودلة يا كابتن حلمي، أيوة. أنا عايز أقول حاجة على دكة، مش دكة البودلة، على التغييرات اللي غيرها مستر كارتيرون. أيوة. هو خسر تغيير. أيوة. وهو كان سبب من ضمن الأسباب إن نادي الزمالك لعب 10 الشوط الثاني. بالظبط كده، بالظبط. ده كلام حضرتك مظبوط، حتى أنا استغربت، يعني غير في ثلاث تغييرات، أربع لعيبة في ثلاث تغييرات. بالظبط. وده برضه يعني أثر بشكل كبير جدا حتى على المستوى. انت بتلعب النادي الاهلي وبتلعبه ناقص، ودي مشكله كبيره جدا جدا.
يعني الاهلي وانت بتلعبه كامل لا يستهان به باي حال من الاحوال. صحيح. فريق بطل وفريق قوي وفريق بطولات، فبالتالي انت بتلعبه ناقص، فدي مشكله كبيره جدا في نادي الزمالك. دكه البدلاء، ودي يمكن السلبيه الوحيده اللي انا شايفها النهارده، دكه البدلاء. كابتن علاء، بالرغم من الصوره اللي ظهر عليها النادي الاهلي النهارده، الا انه استنحت ليه فرص كتير جدا 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 بالمقارنه بفرص نادي الزمالك. يعني نقدر نقول نادي الزمالك النهارده استغل الفرص القليله اللي جات له، واستغل اخطاء لعيبه النادي الاهلي في الفوز مباراه. وانا بتكلم ايمن، بقول لك النهارده لعيبه النادي الاهلي فيه حظ سيء، واضح طبعا من بدايه المباراه. لكن لعيبه الزمالك الفرص اللي اتيحت لهم احرزوا منهم هدف على طول، وده على فكره انت وانت عايز ايه من المباراه يا ايمن؟ عايز تكسب. الفرصه اللي تيجي اجيب منها هدف، خلاص هو ده اللي انا عايزه النهارده، وعايز المباراه نفسها. لكن اضاعه اهداف كتير، انت حظك وحش. لكن في المقابل لما يبقى حظك وحش لازم تبقى حريص قوي على شكلك في الملعب ووقفتك في الملعب. الطبيعي في حاجه حصلت النهارده يمكن هي غيرت شكل المباراه كله بعد هدف التعادل. الطبيعي تكمل ضغطك على لعيبه الزمالك، خلاص هو جه في لحظه الاهلي اتعادل وخلاص اللي في الدماغ الاهلي اتعادل، فالاهلي بيدور على الهدف الثاني، فكمل الضغط بتاعك. ده من المدرب ولا من اللعيبه؟ حتى لو من هنا ومن هنا ايمن، لو من اللعيبه يبقى في مدرب فني بره، لو مدير فني، اصل مدير فني مش هيقول لك ارجع او سيب مساحات. لكن هي اللعيبه بعد هدف التعادل ريحت شويه، قالت كويس قوي التعادل وبدري. بس ممكن يقول لك اضغط. هو بقى ما هو هو المدير الفني، ممكن ما اعرفش هل اتكلم بس اتكلم او لا، او قال كمل ضغط ولا لا، بس انه طبيعي واحد واحد لازم الملعب ده انت اكنك لسه مغلوب. صح. لكن النقطه اللي حصلت يا ايمن عكس كده، ان التعادل اللي جه بالنسبه للنادي الاهلي كابتن حلمي كانوا كسب. يعني هدف التعادل بالنسبه لعيبه النادي الاهلي كان خلاص على الثلاث نقاط بقوا معايا. صح. انا تعادلت. فهي دي دايما يقول لك الاهلي لما يكون مغلوب يتعادل صعب يحصل حاجه تاني ويكسب. فالتفكير ده عشان كده بقول لك ايمن في كام تفكير كده موجود في لعيبه النادي الاهلي غلط. بعد التعادل ما فيش حاجه اسمها مكسب غير لما تجيب الهدف الثاني. انت لا، انت تعادلت ورحت ريحت شويه، ريحت شويه، انت بتلعب زمالك برضو فريق كبير وعنده مفاتيح لعب كتيره جدا وعنده لعيبه خطر جدا جدا، اتعاقبت على طول بالهدف الثاني. وهدف الثاني بقى عشان ترجع صعب ترجع تاني ايمن، حتى لو حاولت. مع كمان يعني عندي يعني اعتراض على اداء النادي الاهلي بعد الهدف الثاني. انت يعني قلبت اللعب كله لونج باس وبتعمل بدماغك للي جاي. ما هو الكابتن حلمي قال لك النادي الاهلي فقد هويته. ما هي دي يا بص، عمري النادي الاهلي ما كان لا، بس على فكره النادي الاهلي من بدايه المباراه هو كده. انا بين الشوطين حتى كنت بتكلم بقول لك ولا ده بيحضر ولا ده بيحضر. في كوره بقول لك في الشوط الاول الشناوي طلع لبعد الدايره السنتر يا ايمن. صحيح. والاثنين مستنيين الكوره دي مش موجوده. انت ليه استعجلت ورحت اثنين راس حربه ومعتمد على الكور العاليه البادج وكده؟ جت واحده لوليد كان ممكن يبقى جايب منها هدف، ووليد ضيع كمان هدف برضو. سوء الحظ النهارده عليه عامل كبير، خليه على جنب، لكن لازم نبقى صراحه مع بعض. سوء الحظ حاجه انا موافق، لكن اخطائك النهارده في المباراه لا كتير ولازم تتعالج. وكلنا اتكلمنا، حتى كابتن حلمي اتكلم على الاخطاء بتحصل. على فكره مفيش مدرب في العالم ما بيغلطش ماتش واتنين، لكن كلنا بنغلط. لكن عادل بيقول الاخطاء بتتكرر، لكن هنا اعتقد بقى النهارده كان العقاب. ايوه يعني بص يا ايمن، مباراه انبي مستر فادر لحق، اسوان لحق فمشيت، لكن النهارده العقاب جه، بس العقاب جه في ماتش تقيل شويه. أيه. او العقاب شديد النهارده شويه، لان انت بتلعب الزمالك. أيه. اهلي والزمالك دي القمه لوحدها خالص. أيه. خالص. بتفق مع محمد ان هو قال لك خد الايجابيات والسلبيات. انا معاك طبعا، يعني هو ده الصح في الكوره، لكن النهارده العقاب جه شديد شويه، لان الاشارات بقى لك ماتش عدى الحمد لله، الثاني عدى. طب ايه؟ مش 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 عشان بكسب يبقى انا ما اخطاتش، بالعكس انا ما عندي خطا واصلحه واكسب، يبقى انا كده انا وقفت على الطريق الصحيح. لكن عارف يا ايمن، ماشيه وكسبت، لا ماشيه وكسبت في عالم الكوره، العقاب هيجي لك وجالك في مباراه العالم كله بيستناها. والنهارده انا اللي متاكد منه ان جماهير النادي الاهلي النهارده اكيد طبعا ليله سيئه بالنسبه له وعلى اللعيبه وعلى الجهاز. طبعا ما سمعناش المؤتمر، لكن هو اكيد مستاء جدا من اللي حصل النهارده. طبعا. ومش مصدق ومتضايق وكل حاجه، لكن ارجو ان شاء الله الموضوع ما يطولش يعني بكره. وطبعا هارد لك لجماهير النادي الاهلي النهارده، سوء حظ لكن كمان اداء مش مقنع. لازم نبقى صراحه لما نيجي نتكلم عن الكوره، لكن
هعيدها تاني، مبروك نادي الزمالك، عارف يكسب، عارف يعني مهم قوي في كره القدم تعرف تكسب، لكن مش الشكل. استحواذ اتكلم عليه محمد وعادل، استحواذ للنادي الاهلي، ضغط ضغط ضغط، لكن تعرف تكسب ازاي، هو ده النهارده حصل لعيبه الزمالك. كابتن يوسف، نقدر نقول ان تفوق نص ملعب نادي الزمالك النهارده كان سبب من ضمن الاسباب حسم النتيجه لصالحه؟ تفوق هو فعلا يعني فرجاني وطارق حامد تفوقوا على، بالرغم ان احنا كنا بنلعب ثلاثه في النص. ما هو اللي حصل، احنا ما لعبناش ثلاثه قبل كده. يعني ان ديانج وحمدي فتحي والسوليه موجودين في، ما حصلتش قبل كده. الموضوع يا كابتن، موضوع ان انت كنت رد فعل في اوقات كتيره من المباراه نتيجه طبعا ان ديانج زيزو اوباما وبن شرقي الثلاثه مؤثرين في تحركاتهم، مؤثرين في الرؤيه بتاعتهم لبعض، شايفين مصطفى محمد كويس قوي في تحركاته، فدي خلت احنا الى حد ما عندنا رد فعل للتحركات بتاعت نادي الزمالك، بالاضافه لفرجاني. نادي الزمالك لعب كالمعتاد اللي بيلعب بيه، يعني فاهم قصدي؟ فرجاني، طارق حامد في وسط الملعب، دائما طارق حامد هو اللي بياخد الجانب الدفاعي، ده الرباعي بتاع خط الظهر، وبعد كده اتنين هم في نص الملعب اللي هم فرجاني ساسي وطارق حامد. فرجاني لعب دور كبير جدا، انا وجهه نظري ان حته رؤيته واستحواذه والثقه اللي اداها لعيبه نص الملعب بتوع زمايله فرقت شويه في استحواذ نادي الزمالك على الكوره. النقطه الثانيه كمان هي حته ان ديانج النهارده لا هو هاجم، يعني لا هو هاجم، انت بتلعب بثلاثه في وسط الملعب بس وانت معاك الكوره لازم تهاجم. أيوة. يعني لازم تروح زي يعني حمدي فتحي في بعض الكرات شفناه بيتقدم الى حد ما شويه، السوليه وديانج كانوا ثابتين في وسط الملعب اكتر، لكن في النهايه الثلاثه ما ادونيش المردود الهجومي، المردود الهجومي اللي المفروض يحصل لما بلعب 4-3-3. 4-3-3 طريقه كويسه جدا، بس كان ممكن يغير بقى شويه في ما يبقوش الثلاثه ديفندرات. أيوة. الثلاثه ديفندرات هو هيهاجم بس مش هيهاجم زي مثلا لما يكون في الملعب مثلا وليد سليمان او قفشه مثلا، بيبقى عنده رؤيه في الحته الهجوميه، امكانياته، رؤيته، تفنيشه للكوره، تصرفه في الثلث الاخير، فالنقطه دي ادت شويه الافضليه لنادي الزمالك. النقطة الثانية مهمة جدا نقولها برضو، التوفيق عليه عامل. النهاردة النادي الأهلي ضيع خمس فرص، يعني كورتين بتوع بادجي اللي جم في أول المباراة اللي خبطت في القائم والثانية اللي طلعها أبو جبل، الكورتين دول لو واحدة فيهم جت تغير لك مسار المباراة. صح. الشوط الثاني التسديدة بتاعت قفشة اللي جت في القائم برضو، الكرة بتاعت وليد سليمان اللي لسه حاطط الماتش اللي فات حاط زيها أو قريب منها جون برضو، وسع لنفسه وراح حاططها، غاب عنك التوفيق. النهارده يعني انا عجبني فايلر في كلامه، هو يعني بيطمن الناس وبيقول يا جماعه ان المباراه دي مباراه حصلت خلاص، هنستفيد من الاخطاء بتاعتها، بس في نفس الوقت اطمنوا يعني مش هتاخد معانا وقت كبير ان يحصل دروب او يحصل تراجع في المستوى او وهو ده سمه الفرقه الكبيره. كابتن ايمن، الفرقة الكبيرة ممكن أخسر مباراة، ممكن أتعادل مباراة، لكن بكمل المسيرة بتاعتي والهدف بتاعي وهو التقدم أو الفوز بالمباراة المتتالية. ف يعني رب ضارة نافعة، النهاردة لو في توفيق في أي كرة أو فرص من اللي جت دي وحسمت كانت ممكن النتيجة تتغير. أنا بس كمان عايز أكد على الحتة دي مهمة جدا، لأن النادي الأهلي بيهاجم، النادي الاهلي بيهاجم المباراه القادمه واللي بعد القادمه واي مباراه سواء بيلعبها في افريقيا بره ملعبه او جوه ملعبه، النادي الاهلي بطبيعته اداؤه هجومي، لازم اثناء الهجوم يبقى فيه تأمين. بالانس وتوازن دفاعي قوي جدا جدا جدا، لان انت النهارده لما هتلعب النهارده بتلعب مع نادي الزمالك، نادي كبير، نادي واصل معاك سيمي فاينال افريقيا، الفرق الكبيره، وانت بتهاجم لو مش متمركز تمركزات دفاعيه صحيحه وعامل البالانس التوازن بتاعك، طبعا هيطلع عليك هجمات. ده في ناس بتلعب جوزيه مورينيو بيلعب
بيلعب زون وفي الكونتر اتاك استاذ طبعا. لما كان ماسك ريال مدريد ولما كان ماسك تشيلسي يعني ايضا ليفربول لو يورجن كلوب بس فرقه مش واقفه صح تبص تلاقي الثلاثه دول صواريخ ماني وصلاح وفيرمينيو فاهم قصدي ازاي. فالنهارده معنى ان انا بهاجم معناها على طول زي ما الكابتن حلمي قال كده ان الفريق اللي بيدافع صح لازم او يعني من المحتمل انه يكسب ومش هيخسر. فاحنا اثناء هجومنا لازم التمركزات الدفاعيه ما يبقاش فيه اندفاع لان انا عارف ان مستر فايلر من المدربين اللي بيحبوا الهجوم وهو فعلا طور في الحته الهجوميه طور بشكل كبير جدا. خلي بالك بص لعدد الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي هتلاقي عدد اهداف كبير مقارنه ب 22 مباراه لا يعني عامل فارق كبير جدا في احراز الاهداف بس ولكن الناحيه الدفاعيه انت لغايه النهارده اقوى خط دفاع اقوى خط لكن انا بخشى المباريات الكبيره انت النهارده لما بتلعب سيمي فاينل افريقيا وفاينل افريقيا يعني بتلاعب اكبر فرقه في افريقيا خلاص بس انا راجع المستوى عالي انا راجع بعد فتره توقف غير يعني كل الفرق على فكره مش النادي الاهلي هو كل الفرق على الكل بس انا بقول لك ان مستر فايلر بيحب الاداء الهجومي وبيشجع اللعيبه على الاداء الهجومي وواضح جدا من اللعيبه كلها عموما في المباريات كلها وده منعكس على عدد الاهداف والفرص اللي بتيجي في كل مباراه لكن مهم جدا وانا بهاجم اني يبقى فيه تحسب او انا متوقع ان الهجمه دي مش كل الهجمات هتنتهي بجوان او فرص ورا وارد جدا مثلا ترتد. هاني بيرفع كوره علي معلول بيعمل كوره عرضيه مزبوط. تتقطع ويطلعوا بينا ترتد علينا مظبوط وده اللي حصل النهارده بس كده يبقى لازم انا الارتداد بتاعي والتمركزات بتاعتي والمدافعين بتوعي امتى اعطل كويس قوي اعمل ديلي وامتى اقابل واضغط دي مهمة جدا بمناسبه الكلام اللي بتقوله احنا هنا عندنا تقرير عن عمرو السوليه وساسي كل واحد لعب 103 دقايق هما الاثنين لعبوا لحد اخر الماتش تمريرات السوليه 37 تمريره صح من 45 كويس تمريرات ساسي 32 من 42 ولكن تمريرات ساسي مؤثره عن تمريرات عمرو السوليه يعني كانت بصوره ايجابيه بص برضه عشان نبقى منصفين السوليه من احسن لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت عشان برضه نبقى منصفين ممكن السوليه النهارده مش في حالته ولكن من احسن لعيبه الفريق بصراحه وساسي طريقه لعبه مختلفه عن السوليه يعني ده ليه طريقه وده ليه طريقه ساسي لعيب يعني بلغه الكوره معلم بيعرف عنده رتم المباراه بيعرف يحدد رتم المباراه بشكل كويس عنده رؤيه بيحضر باسته مختلف شويه عن السوليه السوليه لعيب رقم 8 بوكس تو بوكس مجهود اعلى شويه فنيا كويس ولكن مش بنفس مهاره ساسي فالمقارنه برضو احنا مش يعني مش عايزين نروح الحته دي ان السوليه من احسن لعيبه الاهلي يعني السوليه لعيب مهم جدا الفتره اللي فاتت واعتقد النهارده ممكن يكون اداء الاهلي متاثر شويه ان السوليه مش في احسن حالاته ده جزء برضو من المباراه انا بس في حاجات عايز اتكلم فيها في الطريقه في ال 4-3-2-1 مهم جدا انك النهارده في ايجابيات يعني زي ما في سلبيات في ايجابيه لازم انا اكون واخد بالي منها اللي هي ان انا ما ينفعش العب بثلاث فندر وباثنين منهم بلاي ميكر ممكن العب بثلاثه فندر ولازم يكون عندي اثنين صراع ممكن الاثنين اللي موجودين تحت راس حربه يكونوا بيجيدوا الواجبات الدفاعيه كويس يكونوا اصلا لعيبه اطراف يكونوا اصلا لعيبه اطراف بيلعبوا من جوه ده لو انا بلاعب فرقه كبيره وفي احتماليه كاونتر اتاك فدي نقطة مهمة جدا احنا لازم نشتغل عليها. هنرجع نكمل بعد اذنك كابتن عادل ولكن هنروح لمستر مانويل جوزيه عن طريق سكايب في البرتغال. بنرحب بيك مستر مانويل مرة ثانية على شاشة قناة النادي الاهلي. ما هو تقييمك مستر مانويل لمجريات المباراة؟ بريميرو دار اوش بارابينز اوزا مالايك. صوتاتي. مانويل باين. Foi mais eficiente do que o Alali. O Alali teve mais oportunidades de golo, é verdade. Mas o Alali não foi a equipa que tinha sido contra o Aswan. Lekin o Ahli ma kanch nafs el fariq li kan qasad Aswan. كان قصاد اسوان فرقه اقوى بالدفع احسن جدا من الناحيه الجماعيه وعلى العكس
النهارده مع الزمالك كانت فرقه فيها مساحات بعيده عن بعض، وكان بيلعبوا بيدافعوا بلاعيبه قليله جدا في الفريق. الزمالك في ثلاث هجمات مرتده قدر يحرز ثلاث اهداف مع دفاع الاهلي في عدم المركز في مكانه. هنقول ان من ناحيه الاهلي ما تلعبش كويس، كان في رتم بطيء. الفرقتين بيلعبوا 4-2-3-1، والاهلي لما كان بيدافع كان 4-5-1، لكن الزمالك كان دفاعيا احسن من الاهلي، وكانوا محتاجين فرص اكثر لاحراز الاهداف. المباراة اسوان الاهلي كان ساعتها باين كفريق اقوى من ناحيه دفاعيه، انما النهارده كان غير متمركز دفاعيا، وكان في لاعبين مهمين. مش موجودين، لكن حكايه اشرف امين يلعب كمساك، ايمن اشرف ان يلعب كمساك مش كانتش فرقه كويسه. فتحي كمان مكانه الطبيعي انه يلعب باك. اللاعب الاشول اللي لعب في ناحيه اليمين كمان ما كانتش فكره كويسه. كان احسن في ماتش اسوان وهو بيلعب ناحيه الشمال، كان في دايما جمل كويسه جدا مع علي معلول. واللي في الهدف الاول ما عملش التغطيه اللي كان المفروض يعملها، التغطيه الدفاعيه في الهجمه بتاعت الزمالك. ولما يكون ثلاث لاعبين على الخط واللاعب اللي يحرز الهدف يكون فري، no fundo justa do Zamalek. Não gostei também. شايف ان النتيجه كانت عادله للزمالك، لكن ما كنت شايف كمان فكره صحيحه ان وليد سليمان يلعب فاتح في الشمال، لان هو ما عندوش السرعه اللي تساعده يلعب في الشمال. كان المفروض يلعب ورا راس الحرب. انا مش هنا عشان اقيم المدرب، انا كمان كنت مدرب، لكن الحقيقه ان الاهلي ما كانش موفق في المباراه النهارده، كان ما لعبش مباراه جيده. ان الفرقتين بيلعبوا على ان يكونوا ابطال، كانوا بيلعبوا على الكونترا اتاك والتحول الهجومي. فرقه منهم قدرت تحرزها منها اهداف، مع الرغم ان الاهلي كان مستحوذ على المباراه، لكن الزمالك كان عنده فعاليه اكثر بسبب الاخطاء الكثيره الدفاعيه للنادي الاهلي اللي ادتهم الفرصه انهم يحرزوا الاهداف. الهدف الثاني للزمالك هدف ممتاز، وهدف الاهلي هدف التعادل كان رقم 6 في الزمالك اللي كان متمركز صح في مكانه. المهاجم الاهلي اللي سحب الكره لورا وعمل الجون في وسط الزحمه الدفاعيه للزمالك، بين ان المباراه كان فيها منافسه فعلا، وان كان فيها قوه. Tudo muito previsível, com pouca criatividade, com pouca imaginação. لكن ما كانش فيه ابداع. Mas eu olho para esta equipa, estas equipas do Al-Ahli e do Zamalek e lembro-me do Al-Ahli e do Zamalek do tempo em que eu fui treinador. في الوقت اللي كنت فيه مدرب في مصر. Tem uma diferença abismal entre estas equipas e as equipas do Al-Ahli e do Zamalek no tempo.
em que eu treinei o Al-Ahly aqueles 8 anos no Egito. Portanto, 8 سنين كان في فرق كبير جدا بين الفرقتين ساعة وانا بمرن كان من الناحية الجماعية وكمان الفرديات كانت منعدمة. دخل وليد سليمان النهارده قدر يخلق عدم توازن ويخلي توازن في دفاعات الزمالك شوية، لكن الفرقتين من الناحية الفردية ومن الناحية الجماعية كانوا بعيد تماما عن الأهلي والزمالك اللي كنت شفتهم أيام ما كنت مدرب في مصر. المباراة ممكن تكون شيقة، لكن sempre pelos contra-ataques ou ataques rápidos das duas equipas. الاعتماد كان على المرتدات والهجوم السريع للفرقتين. الزمالك كان بيدافع 4-5-1 وكان بيدي استحواذ للاهلي. الاهلي كان بيدي هجمات وبيدي مساحه فارغه في الخط الدفاعي. فمبروك نادي الزمالك لانه كسب المباراه. طيب واحنا بنتكلم عن اسباب خساره النادي الاهلي مستر مانويل، من وجهه نظرك هل هي كانت في طريقه اللعب ولا التشكيل ولا عدم التوفيق في استغلال الفرص المتاحه للنادي الاهلي النهارده؟ أنا شايف إن فوق كل حاجة زي ما قلت إن في مباراة قدام أسوان كان الفريق الأهلي كان عامل بلوك، كان سايب ما كانش سايب مساحات، كان مقرب المساحات بينه وبين خطوطه. كان في ضغط على طول، أول ما يخسروا الكورة كان بيبقى في لعب مان تو مان واحد ضد واحد، ضغط على طول. النهارده فرقة الأهلي إدت مساحات، كل المساحات اللي في العالم لنادي الزمالك نلعب بين خطوط. وكانت فرقة بطيئة بالعكس قدام أسوان. ممكن النهارده يكونوا حسوا بغياب اللاعبين المهمين، وكمان حسوا ان عليهم مسؤولية كبيرة بالفوز على الزمالك في كديربي كبير في مصر وفي افريقيا. زي ما قلت قبل المباراة، في المباريات اللي زي ديت لازم فعلا تكون شخصية البطل عند اللاعب، والاهلي في المباراه النهارده ما بظهرتش عنده الشخصيه دي. في الدوري عامه الزمالك فرقه اقل من الاهلي، لكن النهارده كانت في المباراه كانت اعلى من الاهلي باستغلالها الفرص والهجمات المرتده. فعلى الرغم من على الاهلي كان عنده فرص اكتر لاحراز الهدف، لكن كان فرقه اكتر متوتره اكتر اندفاعا، فما استغلتش الفرص اللي كانت عندها لاحراز الاهداف. الزمالك كان عنده فعاليه اكتر في 3 هجمات مرتده او في 5 هجمات مرتده، قدر يحرز 3 اهداف وفاز المباراه، لان الاهلي كان فرقه اديته مساحات كبيره جدا في الملعب كله، الزمالك يقدر يبني فيها هجماته وينظمها. لاحظ ازاي جه الجون الاول وازاي جه الجون الثالث. في الجنبين ما فيش حد خالص. فالهدف الاول والهدف الثالث كانت بدون اي اعتراض من حد في النادي الاهلي. زي ما قلت فوق كل حاجه الاهلي كانت فرقه مفككه، كانت بتهاجم بناس كتيره وبتدافع بناس قليله. فهو ده سر فوز النادي الزمالك النهارده. اكيد حضرتك وانت مدرب او مدير فني مريت بنفس الظروف ديت اكيد، ازاي النادي الاهلي وهو مقبل على بعض المباريات المهمه وخصوصا في دوري ابطال افريقيا يطلع من هزيمه ماتش النهارده بسرعه؟ حكاية الهزيمة مع الزمالك بالنسبة للجماهير في المقام الأول بتاخد وقت إنها يتخطوها، لكن على النادي إنه يعمله النهاردة إنه يلعب في البطولة الأفريقية ويكسب المباراة في المغرب، لأن الدوري تقريبا محسوم للأهلي.
فعشان كده من ناحيه ثانيه مباراه الزمالك هتفضل في ذاكره الناس كديربي تم هزيمته، لكن لازم نتخطاه. لكن الوقت واهم من اي حاجه، الانتصارات القادمه هي اللي هتعدي الحزن بتاع نتيجه النهارده. É bocadinho, enfim, humilhante para o Alali, até pela diferença pontual que tem, 15 ou 16 pontos, suponho. من ناحية اختلاف النقط اللي في الدوري اللي بين الأهلي والزمالك، المفروض الأهلي كان يبقى عنده إرادة أكتر للعب النهاردة، كان لازم يكون في عنف وقوة أكتر زي ما اللي أظهره في المباراة اللي فاتت. دلوقتي الأهلي لازم يركز في الدوري أبطال أفريقيا لأن الدوري محسوم خلاص. طيب رسالتك اللي توجهها بعد مباراة اليوم للاعيبة النادي الأهلي؟ A minha mensagem é que nestes jogos nós damos a vida pela nossa equipa. أهم حاجة. والله não fez isso hoje. إحنا كنا في مباريات اللي زي ديت لازم نشتغل كفريق ونكون في كتله واحده كفريق واحد، لكن الاهلي عمل العكس النهارده، ادى للزمالك الفرصه والمساحات وكان متفاجئ. نفكر كويس ونحلل، والمدرب اكيد هيتفهم حاجه زي ديت، لازم نحلل كل اللي حصل في المباراه. النهارده كان كل حاجه كانت العكس، الاهلي كان هو المتوتر، كان الزمالك هو اللي في المركز الاول في الدوري. لكن اللي كان مشكله التوتر اللي اتخلق بسبب الفوز من الهزيمه او خساره المباراه. اهم حاجه المدرب لازم يشتغل على الروح التنافسيه عند اللاعب ويرجعها تاني في النادي الاهلي. عايزين نعرف تقييمك لطاقم تحكيم مباراة النهاردة. أنا شايف إن كان التحكيم كان كويس، بس كان في شك في حاجة واحدة بس. أنا مش موجود عشان أتحيز الأهلي ضد الزمالك، لكن أنا شايف إن كان في بنالتي واضح للأهلي. الفار خلى الحكم يشوف الكورة والحكم قال ما فيهاش حاجة، لكن أنا شايف إنها بنالتي. أنا شايف إن الغلط الوحيد بس غلط كبير اللي حصل في المباراة. هل الخطا ده اثر على نتيجه المباراه، خصوصا ان كانت النتيجه ساعتها 1-1؟ كانت 1-0 مش 1-1، كانت 1-0. بودية موديفيكار، كان اكيد هيغير لو كان الاهلي احرز هدف من البينالتي ده، اكيد كان الثقه والمعنويات هتعلى جدا. الفريق اثناء المباراه ما كانش فيه معنويات عاليه خالص، ما كانش فيه قوه، ما كانش اداء بطل مصر خالص، لكن ده كان مباراه كانهم كان فرق في وسط الدوري او في المراكز الاقل من الدوري. لكن البنالتي اكيد كان هيغير المباراه. لو حد عايز يساله استسال. نعم. نشكرك شكرا جزيلا مستر مانويل جوزيه، وعلى تواصل المباريات القادمه ان شاء الله. كابتن حلمي، مستر فايلر داخل على معمعه الفتره اللي جايه، يعمل ايه عشان يطلع لعيبه النادي الاهلي ويفوقهم المباريات اللي جايه؟ لا، هو الفرق الكبيره والعظيمه
زي الاهلي والزمالك وريال مدريد وبرشلونه يعني بمنتهى السرعه بيعودوا لحالتهم الطبيعيه وبيرجعوا لسيرتهم السابقه وبيقفوا على رجليهم بشكل سريع جدا جدا جدا. مفيش مباراه هتاثر في تاريخ كبير، مفيش مباراه هتاثر في نجوم كبار عندهم خبرات وعندهم تجارب كبيره جدا جدا. فمباراه خساره مباراه ما بتاثرش بالشكل القوي ده، يعني مش ممكن هتلاقي النادي الاهلي يخسر المباراه القادمه، دي استحاله. ونفس الحكايه نادي الزمالك، يعني لو لا قدر الله كان خسر النهارده ما كانش هيخسر المباراه القادمه. دائما الفرق القويه، الفرق الكبيره اللي عندها تاريخ وعندها خبرات كبيره جدا بتقف على رجليها بمنتهى السرعه، ما بتاخدش وقت طويل زي الفرق الصغيره. ولذلك يعني انا شايف ان نتيجه هذا اللقاء لن يؤثر على مسيره نادي الاهلي سواء في الدوري او في بطوله افريقيا. ولو كان حصل لنادي الزمالك نفس الحكايه ما كانش هياثر برضه بالشكل الكبير اللي الناس كلها فاهمه. النادي الاهلي عنده تاريخ، نادي الزمالك عنده تاريخ، فبالتالي التاريخ ده بيدي دفعه قويه جدا لاي تيم من الاتيام ديت انه يقف على رجليه بمنتهى السرعه. فلا تقلق على النادي الاهلي. يوم يعني او يومين؟ نعم ما على طول بسرعه يا كابتن. ما هو ماشي، ماتش الاهلي والزمالك دايما بياخد. والله يا كابتن يعني اكيد مش عشان مباراه قادمه بتكلم يعني يوم يومين عامه. يا كابتن حلمي حضرتك كده جربت كده لعيب بيبقى خارج مباراه الاهلي والزمالك غصب عنه محبط لان هو عارف. أكيد. طبعا صح. ده طبيعي جدا على فكره، ده طبيعي بيقابل ناس كتير جدا يعني فاهم. اتفضل. ده انا بقول الفرق الكبيره ليه؟ لان في منتاليتي قوي. اللعيب بيبقى عنده منتاليتي قوي فيقدر يتحمل ويواجه مثل هذه الضغوط. حاجه ايجابيه بقى مش جدا. حاجة. لا طبعا يعني المفروض ما تطولش. لا خالص. لا طبعا مش هتطول. لكن مش هتطول. انا بقول يا دول محترفين. انا بقول لك يا كابتن حلمي يعني يوم يومين لان برضو اهلي وزمالك برضو عارف مباراه مش سهله طبعا. بس النهارده كمان بس نقطه كده لفتت نظري وبرضو غريبه في لعيبه النادي الاهلي. انا حسيت مفيش قائد في النادي الاهلي النهارده في الملعب. مفيش قائد، تحس ان ما في حاجه غلط بيتكلم واقف الناس وتحرك ونضغط ونروح. الحته دي النهارده ايمن طول عمرها في النادي الاهلي في الملعب مدير فني حتى في وجود احمد فتحي ووليد سليمان الشوط الثاني. لكن احمد فتحي نزل امتى؟ احمد فتحي نزل وخلاص حس ان الملعب بقى مش مرتب. لكن دايما بتحس ان كان في يعني لو يرجع بالذاكره كده كلنا كل جيل او كل جيل في واحد تحس ان هو مدير فني في الملعب. امتى يوقف الكوره؟ امتى يهدي اللعب؟ امتى يعمل ضغط؟ امتى يتكلم؟ ممكن يبقى وحش قوي يا ايمن لكن الكلام نفسه بيحمسك. دي غايبه النهارده من النادي الاهلي. يمكن معلش هقارن نادي الزمالك. لا طارق مع اني يعني ما بحبش اسلوبه بس تحس ان هو متحمس قوي. ساس لما يمسك الكوره تحس ان في هدوء في الملعب. احنا دي كانت غايبه عننا. الريتم نفسه سريع قوي يا اما بطيء قوي يا اما الاخطاء يا اما في حاجه غلط في الملعب. هو ده لازم يبقى في واحد في مش لازم يبقى كابتن فريق. على فكره كابتن فريق الشناوي بعيد قوي انه يتكلم. في حد في الملعب ودايما بيبقى كل خط بالظبط يا عادل. وفي واحد بيبقى هو اللي بيتكلم بقى مساك شايف الملعب كله فيبدا يتكلم يا عادل اتكلم يا عادل يرجع محمد فاهم انت يا ايمن. بتفرق اول حاجات دي. النهارده لا النهارده غايبه تماما عن النادي الاهلي. هنرجع نتكلم عن الحالات التحكيميه النهارده مع خبيرنا كابتن ناصر عباس ولكن بعد هذا الفاصل. طريقه لعبي بنرحب بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن محمد يوسف عايز اتكلم عن ايجابيات اللي حصلت النهارده للنادي الاهلي بالرغم من الهزيمه. وانا زي ما قلت لك كابتن يعني دايما يمكن انا واخدها بشكل ملعب شويه فلازم ابص للايجابيات من اي حتى لو كسبت فببص للسلبيات والايجابيات. النهارده خسرنا بس برضو لازم اخد الايجابيات. انا شايف مثلا من ضمن الحاجات برضو النهارده البادجي. يمكن بادجي الراجل اتاخر شويه في اعطائه الفرصه في مباراه لو تفتكر سان داونز بدا بيه هناك وبعد كده رجع قعد تاني وبعد كده حصلت الكورونا. لما رجعنا نبدا بدا بمروان وبعد كده يمكن اول مباراه يبدا بادجي. كان الاول كم مباراه اللي فاتوا سواء مباراه اسوان او مباراه الانتاج او مباراه ام بي كلهم نزل. النهارده بيديله فرصه. انا شايف
لا في خطوة، في خطوة كويسة جدا وفي إيجابية. باجي النهاردة يمكن أربع أو ثلاث كور من اللي حصل خطورة على مرمى نادي الزمالك باجي اللي عاملهم، الكرة اللي هي الأولانية اللي بدماغه، الثانية اللي بدماغه برضو، يعني في عندك كورتين في أول عشر دقايق عملهم. التحرك بتاعه من الفرصة اللي جات لوليد سليمان، الكرة اللي عملها الوليد سليمان بدماغه، وليد راح عملها بالعرض اللي عبشافي طلعها قبل ما يخش جيرالدو. فأنا شايف المساحة النهاردة أو الخطوات اللي عملها الولد تبشر أنه ممكن يبقى فيه مهاجم قوي للنادي الأهلي الفترة القادمة. أنا أعتقد أنه كان أفضل لاعب للنادي الأهلي النهاردة. أنا شايف من وجهة نظري أنه هو أفضل، فعلا أفضل لاعب. كل الكرات اللي جات له لعبها بشكل سليم، ما تقطعتش منه، سلمها بشكل سليم، وفي نفس الوقت كمان تحركاته أسفرت عن خطورة على مرمى نادي الزمالك. زي ما بنتكلم على سلبيات لازم نبص للايجابيات ونبني عليها. يعني انا متوقع ان فايلر الفتره الجايه هيديله فرصه. نزل الماتش اللي فات ماتش اسوان، نزل تقريبا في ربع ساعه تلت ساعه، احرز الهدف من التمريره بتاعت عمرو السوليه تقريبا اللي عاملها له. فالنهارده عامل خطوره بس طبعا غير موفق، لان برضو الهدف مع الراس حربه بتفرق قوي. الكورتين اللي عملهم في اول 10 دقائق لو واحده فيهم جت تفرق معاه جدا، ويلعب صحيح. بثقه وتديله ثقه، خصوصا الولد سنه صغير لسه، يعني سنه مش كبير، ما هوش مثلا عنده 30 32 سنه بحيث انه عنده خبرات مهما الكره قفلت معاه يبقى عنده ثقه في نفسه، لا برضه محتاج انه يحرز اهداف. فانا شايف النهارده ان هو ادى بشكل كويس جدا، ومن ضمن الايجابيات اللي النهارده طلع بيها النادي الاهلي. طبعا طلع بيها النادي الاهلي. كابتن علاء، الكابتن حلمي اتكلم في حاجه كويسه جدا، حته الفرق الكبيره، واحنا كفريق النادي الاهلي طبعا اكيد مرت علينا الظروف دي كتير جدا، وانت يمكن مرت عليك كلاعب وكمدرب اكيد طبعا. يمكن مرت عليك برضو مع مستر مانويل، ولكن شخصيه لعيبه الفرق الكبيره زي لعيبه النادي الاهلي المفروض تظهر في الظروف دي. طبيعي مش لازم كل مباراة انا بكسب، واذا كانت مباريات او بطولات، لكن لما يحصل مفيش فريق بيكسب على طول، ايام طول العمر بيحصل. هي كره القدم كده، يوم بتكسب، بس انت ايام بتكسب، لكن لما يحصل يوم زي النهارده، يوم مش طبيعي عامه للنادي الاهلي النهارده، حظ سيء جدا. والجانب الاخر كان الزمالك موفق وعمل مباراه كويسه. هو ال- 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 الكلام هنا اللي هو ما خدش وقت عشان اخرج من النهارده. النهارده هزيمه صعبه، انا متاكد احنا عشنا كل الاجواء دي، هزيمه صعبه جدا وقاسه جدا، خصوصا من النادي المنافس ليك في مصر، وجماهيريه كبيره جدا، وهنا جماهيريه كبيره وهنا جماهيريه كبيره، فالنهارده ممكن ياخد بكره كمان. لكن خلاص الموضوع انتهى، لازم تفكر باحترافيه شويه. احترافيه شويه، على المباراه انتهت. مفيش توفيق النهارده، كان يوم مش طبيعي. بالظبط يا كابتن، اليوم مش طبيعي النهارده يا ايمن، افكر في اللي جاي، دوري بقى، افريقيا، واطلع بسرعه من هزيمه النهارده. هي خلاص هزيمه وانتهت. الزعل او الضيق مش هيرجع حاجه، ولا هيرجع فرصه، ولا هيرجع. اتفضل. لا انا لما باجي اتكلم على اللعيبه بتكلم على اللعيبه، ما بتكلمش على دور المدير الفني. بتكلم على اللعيبه زي ما احنا كنا زمان. انا جبت سيره المدير الفني، بتكلم على اللعيب نفسه. ايوه هو اللعيب، اي لعيب نادي الاهلي لعيب كبير وعارف هو فين. فهو متعود دايما ان ظرف زي اللي حصل النهارده اخرج منه بسرعه، عشان ما تاثرش انا كمان كلعيب في الفريق كفريق ككل. لان دايما النادي الاهلي مباراه خلاص، طب اشمعنى لما بكسب مباراه نفكر في اللي جاي؟ خلاص النهارده مباراه خسرتها، افكر في اللي جاي. خلاص خسرت، افكر هعمل ايه الفتره القادمه ان شاء الله، اذا كان في الدوري العام، والاهم طبعا كلنا مستنيين افريقيا ان شاء الله تعدي على خير. اخطاء اتكلمنا فيها كلنا الحمد لله، ممكن مستر جوزيه يتكلم فيها تقريبا، قال معظم الكلام ونفلس. اتفضل. بس انا ليا تعليق على كلام مستر مانو، يمكن ما قدرتش ان انا اناقشه فيها. هو كان الظاهر ان هو اتفرج على ماتش اسوان، وكان كل تفكيره وكل كلامه عن ماتش اسوان. ولكن مع احترامي لفرقة اسوان، يمكن النادي الاهلي كان ليه اخطاء في ماتش اسوان، واحنا اتكلمنا عليها. النادي الزمالك استغل نفس الاخطاء اللي وقع فيها نادي الاهلي. عشان انت بدات يا ايمن البدايه بتاعتك، بدايتك كانت غريبه شويه على اللعيبه نفسها. لعيب الكوره ما ينفعش يلعب، بينزل الملعب للمره مليون وهو مقلق من حاجه. ما ينفعش، لازم تبقى انت مريح، انت اللعيب عارف هيعمل ايه. ايوه فهقول لك حاجه، كلنا النهارده اتفرجوا الكوره وكلنا انتقدنا قالوا ديانج ما بيروح ناحيه اليمين، مش حتته، بيمسك الكره، ما عندوش الدريبل، ما عندوش السرعه، وراح اكتر من مره، لكن هي ما عندوش دي. فبيجي يمشي، اما يقع، يا اما يعمل فاول تروح مرتده عليك. فدي مش حتته يا ايمن. فهو
اللعيبه ما بيغلط في المباراه على فكره مؤشر وحش ليه هو. ايوه يعني لعيب الكوره بيحب دايما يبقى كل الكوره بتاعته صح. مزبوط. نسبه الخطا بسيطه جدا. مزبوط. دايما كل واحد بيحاسب نفسه انا عملت كام خطا النهارده مش عملت كام كوره كويسه. مزبوط. هو ده لعيب الكوره عايز يبقى دايما متفوق، عايز يبقى الاحسن دايما. اما اخر مباراه قول ماشي يا كابتن. لا لا انا معاك معاك لحد ماشي. فهي اللعيبه هتخرج منها بسرعه خلاص الموضوع كويس. مش هيطول اكتر من كده. انا بتكلم على اخطاء حصلت في ماتش اسوان. هو اكيد في محلل اداء عندنا مش كده؟ طبعا طبعا كويس قوي. يعني في اخطاء بتحصل في المباراه اكيد بيقول لي المدير الفني في انبي مع كابتن حلمي كمان بالظبط. فهو احنا دلوقتي بنتكلم على فرقه اسوان وفرقه انبي وفرقه الانتاج الحربي حصل فيها اخطاء والاخطاء تقريبا كلها واحده كويس وحصلت في ماتش النهارده. بس في فرق بين انك بتلاعب فرقه اسوان وبتلاعب خصم بحجم نادي الزمالك كويس، لان هو مصمم على شكل النادي الاهلي بس شكل مختلف. يعني المباريات اللي احنا بنتكلم فيها انتقدنا فيها كان بيعمل ايه؟ كان دايما بيلعب مجدي ناحيه اليمين، اتكلمنا قلنا مش هينفع مش هينفع مش هينفع. النهارده لعب بثلاثه في نص الملعب ماشي. على فكره انا بحب ثلاثه في نص الملعب قوي، بس توظيفهم ايه؟ التوظيف ايه؟ مظبوط. المهام بتاع كل لعيب ايه؟ ما هو المهام مش واضحه. ديانج بيروح اليمين ما بيعرفش يتصرف. حمدي فتحي مش ظاهر النهارده وضعه. اتفضل يا كابتن. هقول حاجه بس حضرتك في حته ثلاثه نص الملعب المدافعين. اتفضل. انا ممكن العب بثلاثه نص ملعب مدافعين تماما يعني. كويس. ثلاثة ازاي كابتن؟ فلات ولا؟ ثلاثة واحد وواحد واحد سائط واثنين واحد على اليمين واحد على الشمال. ماشي. وفي نفس الوقت امتى العب بثلاثة مدافعين مدافعين في نص ملعب؟ لما يكون عندي طرفين سرعة أقوية جدا بالظبط سرعة جدا طرفين اللي هما الباكين. أيوه أيوه. على أساس هطير الباكين دول زي ما يوسف قال وأثبت الثلاثة بتوع نص الملعب. بالظبط. بيبقى الباكين طايرين باستمرار لانه بيجيدوا العامل الجانب الهجومي ودول بيجيدوا الجانب الدفاعي بيأمنوا الطرفين اللي بيطلعوا خصوصا الاثنين اللي على الاطراف. واستغل ده بشكل كبير جدا. وطبيعي حلمي كمان انا ممكن استغل نص الملعب نفسه يعني لو الهجمه مثلا من ناحيه عالي. أيوة. الراجل اللي معايا يكمل وهيبقى الجانب الاثنين مستنيين في النص وانا اللي بغطي الحته دي واخد بال حضرتك. بالظبط. فدي ممكن جدا لكن التطبيق هو المهم. ما يعني ليس المهم اسماء الطرق ولكن المهم التنفيذ. انا بقول لحضرتك ما هي اللعيبه اللي تناسب المهام بتاع المهام يعني المهام بتاع كل لاعب ايه؟ ما لكن لو انا نازل عارف انا ايه هعمل ايه النهارده في الملعب؟ انا امكانياتي ايه؟ بالظبط. لكن عارف يا كابتن علاء اتفضل لما يكون عندي ثلاثه في نص ملعب دفاعيا اقوياء جدا وعندي طرف ضعيف هجوميا وطرف قوي دفاعيا برضه مش هتنجح. بالزبط. لان انا كده يبقى انا بدافع بسته او بدافع بسته على الاقل ثلاثه ورا وثلاثه في نص ملعب ودي مش طبيعه لعب النادي الاهلي. والنهارده النادي الاهلي دايما الجانب الهجومي عنده بيبقى غالب اكتر. بالزبط. يعني فدي نقطه النهارده كمان ان النهارده كمان في اكتر من كره ايمن لو اللعب عند علي معلول وحبيت تغير الناحيه الثانيه مفيش حد. عشان اللي موجود فاضي خالص. عشان اللي موجود ما عندوش لا سرعه ولا دريبل. ما هي طيب انا واللي ودى ديانج واللي ودى انا اسف انا قاطع كلامك. لا اتفضل. اللي ودى ديانج في الكام كوره اللي احنا شفناهم ان هو مش عارف يتصرف فيهم. أنا في ان مفيش حد في المكان ده. قال لك هو انت بيعمل ايه؟ بس هو مش عارف يعمل ايه. مفيش حد بيروح المكان ده. لو انا بلعب بثلاثه في نص ملعب مدافعين ووارد انك تلعب بيهم وانا شايف ان ممكن مباراه الوداد تلعب بيهم كده ما عنديش مشكله. بس لازم الاثنين اللي يكونوا قدام الاثنين دول اول حاجه بيكونوا بيدافعوا كويس، ثاني حاجه يقوم الاثنين يكون عندهم سرعات بس او دريبل كويس. طرفين يا عادل. لا حتى لو الطرفين مش بيهاجموا ماشي فهمت. بس انا لو العب اربعه ثلاثه قدامهم ثلاثه بتكلم اقول لك بعد اذنك كابتن علي. اتفضل. عارف لو هيلعب بثلاثه يلعب بقى بجيرالدو. ما هو ده اللي بتكلم فيه. جيرالدو ووليد. ما هو بتكلم مظبوط صح. بقول الاثنين على الاطراف ده اللي بتكلم فيه. صح. ان ما ينفعش العب بالثلاثه وقدامهم كمان اللي بيلعب مع مش حتتهم. انا كده عطلت قفشه ان هو اديته في حته مش حتته خالص وثبت ثلاثه موجودين كل واحد بيروح مكان. ما هو ده اللي حصل النهارده يا كابتن كابتن حلمي حضرتك قلت في بدايه الاستوديو لعيبه النادي الاهلي مهاجمين كتير صح؟ لا لا لكن لعيبه الزمالك كويس. لكن على الجانب الاخر لو التوظيف صح في لعيبه النادي الاهلي الحته الهجوميه عندك هتبقى عاليه جدا. بس للاسف انت كنت بتلعب يعني النادي اللي كان بيلعب يعني جنب واحد هو معلول الطبيعي بتاعه بالزبط. الجنب الثاني لا مش موجود. فغصب عن ديانج بالظبط يا عادل غصب عن ديانج بيروح في حته فاضيه. ما هو بيروح عشان مجبر انه يروح. انا رايح في مكان مش لعبتي مش متعود عليها. يعني ديانج لما بيروح المكان ده ممكن مره
في المباراه وكده، لكن مش هبقى لازم مش اروح الوقت كده، لان مجدي مجدي خلاص هو لعيب الكوره خصوصا نوعيه مجدي عايز كل كورته صح يبقى الشكل حلو كده، فمجدي زهق من ناحيه اليمين انتاجه ضعيف مش هيعرف، فعمل ايه وضهره الخط بس عمل ايه هرب على جوه، طب المكان ده بقى فاضي ما ينفعش ان يملا دفاعين هجوميين صعب. طيب. وبعدين كمان في 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 منطقه فيها اقوى اقوى لعيب في الزمالك بالزبط. يعني انت عندك بن شرقي، بن شرقي ما ينفعش تلعبه بواحد لا. يعني ما ينفعش تلعب عبد الشافي وبن شرقي الاثنين، يعني بن شرقي لازم يعني يعني لازم تغطيه يعني دبل بريس دبل بريس عليه بريس. ولازم تشغل بالزبط. واحد وواحد تاني موجود معاه بالزبط. لكن انت عكست، انت بن شرقي وعبد الشافي كانوا بيلعبوا على هاني بس في الشوط الاول، ودي برضو حاجه من الحاجات اللي يعني اللي بوظت شكل النادي الاهلي النهارده او اللي خلى شكل النادي مش كويس. يا كابتن محمد كنت عايز اكلمك عن الاخطاء الدفاعيه للنادي الاهلي، هي في بعض الاوقات كنا شفنا اخطاء دفاعيه ساذجه جدا ما يقعش فيها لعيبه النادي الاهلي، زي ما شفنا مثلا في الجول الاول ترقيصه اشرف بن شرقي لياسر، الجول الثالث او الجول الثاني الكوره برضو اللي كانت بين مصطفى محمد وياسر كويس، والجول الثالث برضو كان خطا يمكن بدا من نص الملعب وكمل لحد قدام، بالرغم من ان عدد لعيبه الزمالك كان اقل من لعيبه النادي الاهلي، انما الاخطاء الدفاعيه دي كلفتنا كتير جدا النهارده. يعني مثلا ممكن الماتش كان يطلع 1-1 من غير الاخطاء الدفاعيه اللي احنا وقعنا فيها دي. لو بصيت على الفرص اللي جات لنادي الزمالك هنقول ان هو مثلا استغل 3 فرص جابهم 3 اهداف من 5 فرص نتيجه التمركز الخاطئ للاعيبه النادي الاهلي في خط الدفاع. هو يعني عايز اقول لحضرتك ان برضو مش من النهارده، يعني لو تفتكر ارجع تاني على ماتش اسوان كويس. الاخير هتلاقي فيه انفراد جيل مصطفى البدري تقريبا واضاعه اللي جت في القائم، وان الدفاع متقدم برضو ماتش الانتاج الانفراد عفيفي جه هدف وكرة عفيفي وعفيفي وكان في انفراد في اول دقيقه برضو في ماتش الانتاج فانا شاله متولي مظبوط. فانا عايز اقول لك ان دي موجوده في ماتشات كتيره بس هي ظهر يعني بعد التوقف ظهر قوي كويس. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول طبعا ان يعني يعني مش يعني عايز اجيبها لك ازاي، ليه شغل يعني هو في شغل زي ما بتشتغل شغل هجومي في التدريبات وبتشتغل على الريتم في الثلث الاخير وعلى الباص السريع في الثلث الاخير وعلى ان انت بتصمم على ان مفيش حد يباصي ويقف، لازم يباصي ويعمل سبرنت في المساحات في التلت الهجومي، الحاجات دي كلها في بقى شغل تاني حلو. وهو الدفاع ماشي كده، تمركزات دفاعيه صح. ازاي تترص دفاعيا كويس. ازاي تقف كويس. تقف تكتيك دفاعي، تقف ازاي ترتد وتقف يبقى بلوك قوي كويس. قدام فرقه بتستحوذ وبتنقل كويس قوي يبقى انا لازم ارجع واقف المساحات كويس، ازاي وانا بهاجم يبقى عندي 3 لعيبه 4 لعيبه ايا كان انا ايه شغلي الدفاعي، اللعيبه دي واقفه صح واقفه ماسكه كويس، ازاي بتجيب الطرفين بتوعك الباكين الطرف اللي هو علي معلول ومحمد هاني ازاي تجيبهم جنب ايمن اشرف وياسر عشان يعملوا بلوك قوي ما يبقاش في مساحات بينهم. النهارده الكره بتتعمل الباص اللي بيتعمل الجول الثالث معمول من جوه الديفنس يا كابتن، انت كده بتاكد كلامي، ما انت ماشي ما احنا بنتكلم كده، انا بقول لك لما تكرر مره واثنين وثلاثه انا دوري ايه كمدير فني؟ لازم شغل على الدفاع رقم واحد، رقم اثنين حته التثبيت انا اتكلمت فيها قبل كده، قلت ان لازم يبقى في تثبيت في الجنب في الحته في الرباعي في خط الظهر. بص دي وقفه لعيبه نادي الزمالك بعد الجول بص 9 لعيبه فين؟ أيوة. تحت الكوره انا بقول لك كارتيرون عنده الحته دي، شفتها يا كابتن حلمي؟ عنده الحته دي عليها. كارتيرون عنده الحته دي ومميز فيها جدا، وهي دي اللي لعبنا في السوبر. ارجع لماتش السوبر ايه اللي حصل؟ ماتش السوبر احنا هدرنا كورتين بتوع جيرالدو تقريبا وجونيور اجاي، الزمالك فضل ماشي تخلص الهجمه بتاعته بيرجع ويرتد وتسعة تحت الكوره، كل هجمه كان فيها نادي الزمالك بيدافع كان 9 تحت الكوره، وفضل خدنا لغايه ضربات الجزاء، فاهم قصدي ازاي؟ الفرق الكبيره
زي ما بتهاجم لازم تدافع. عندك ليفربول كده، عندك مانشستر سيتي كده، عندك ريال مدريد كده، عندك الفرق الكبيره كلها مفيش حاجه اسمها انا بهاجم بس والحته الدفاعيه عندي ما فيهاش قوه، ما فيهاش صلابه. هكسب الفرق اللي ضعيفه، لكن الفرق القويه هتتعبني لانها بتهاجم وعندها اساليب هجوميه وعندها اوراق هجوميه وعندها فكر هجومي، وهي بتدافع بتدافع وتطلع عليك في الهجمات. فلو انت مش قوي دفاعيا ولاعيبتك فاهمه ان زي ما بتادي واجبات هجوميه قويه لازم تادي واجبات دفاعيه قويه. النهارده هات اي يعني في هجمات في لقطات كتيره جدا تبص تلاقي نادي الزمالك بينقل في وسط الملعب واحنا عندنا ثلاث اربع لعيبه سابقين يعني قبل الكوره بعيد، فشيل ثلاث اربع لعيبه يبقى عندنا سته تحت الكوره. في نقطه مهمه جدا يا كابتن ايمن، انا لما بتكلم على الجانب الدفاعي ما بتكلمش على خط الظهر بس. انا بتكلم على دفاع الفريق. مظبوط. ككل دفاع الفريق والمسانده الدفاعيه في الجناب وفي العمق، دي مسؤوليه التيم كله. لو انت شفت فعلا حضرتك التنظيم الدفاعي للنادي الاهلي هتلاقي اربع لعيبه بس موجودين في الدفاع. صح. طب فين الاطراف اللي بتنزل تساعد؟ فين نص الملعب اللي بينزل يساند؟ دي شيء مهم. دفاع الفريق ده مهم جدا. مزبوط. فانا لا الوم خط الظهر فقط، انا الوم كل اعضاء الفريق اللي المفروض بيرجعوا يعملوا مسانده دفاعيه لخط الظهر. كلام صحيح فعلا، يعني ده مهم فعلا. جدا جدا فعلا. يعني اول خط الدفاع المفروض نعم مين اول خط دفاع بتاع المهاجمين؟ طبعا اللي قدام طبعا. طبعا ما هي اما توصل من خط الخط الخط خلاص، لكن هو مش المفروض ان ما توصل من الخصم للاربعه المدافعين مباشره؟ تيجي ازاي؟ تيجي ازاي ليه خلي واحد على واحد؟ ولذلك نادي الزمالك نجح في ده. كنت تبص تلاقي في الجناب الجناح بينزل مع الباك يعمل دبل بريس، لان في بص كابتن حلمي تلاقي طارق حامد في قلب السرد باكين، هتلاقي في التزام يا كابتن حلمي. هم عارفين مهم الطريقه والاشخاص مناسبين للطريقه نفسها. هي دي المشكله. ما دام اللعيب نفسه مش مناسب لطريقه التفكير او طريقه اللي هلعب بيها، طب ما خلاص كل انا بعمله غلط خلاص راح. طيب هنطلع فاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للكلام عن الاخطاء التحكيميه اللي حصلت النهارده. بنرحب بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. وكابتن ناصر بنرحب بيك، واحنا يمكن امبارح قلقنا شويه من الحكم الكرواتي النهارده وكلمنا عليه كتير، وشفنا النهارده اخطاء كتير جدا، ولكن سايبين لك التعليق. تحيات لحضرتك كابتن ايمن، وتحيات لنجومك الكبار اللي موجودين في الاستوديو، وتحيات لكل الساده المشاهدين. خلينا كابتن ايمن نتكلم بشكل علمي بدون بصرف نظر عن نتيجه المباراه، نتكلم بشكل علمي تحليلي على طاقم التحكيم. عندنا اهم العناصر اللي احنا بنقيم بها الحكم كابتن ايمن، يمكن اربع عناصر مهمين جدا نتكلم فيه. مدى قدره الحكم على احتساب المخالفات الفنيه والعقوبات الانضباطيه، ده نمره واحد. نتكلم على اللياقه البدنيه للحكم. اللياقه البدنيه ديت بتتكون من حاجات كتير جدا، تحمل عام وتحمل سرعه ورشاقه ومرونه وتحرك وتمركز. خلينا نتكلم على حاجه مهمه جدا، فهم الحكم لادراكه وللقانون كره القدم، هل هو فعلا عنده فهم للقانون ولا ما عندوش. اخر حاجه بتكلم فيها عنصر مهم جدا، وهو الكوبريشن بتوين الحكم والفار. هنا في حاجه مهمه جدا، والحاجات دي كلها من خلال الحالات يمكن حضراتكم يعني هتشوفوا الحالات وهتشوفوا العناصر اللي احنا بنتكلم فيها، هل هو حكم كان مستواه متوسط جيد ضعيف. خلينا نروح لاول حاله ونشوف الحكم هنا بالنسبه للياقه البدنيه، مدى التحرك وتمركز الحكم وقراءته للعب، هل كان صحيح ولا لا؟ ستوب. كابتن اصعب شيء ان الحكم يجي في المكان ده كابتن علاء. نرجع تاني كده. نرجع بس خلاص. انا هنا حطيت نفسي في مسار اللعب وفي محيط اللعب. انا كان لو انا عندي قراءه للعب يا كابتن علاء عندي القدره ان انا اخرج خارج نطاق اللعب، بحيث ان انا اخلي كل اللاعبين معايا وتحت نظري، انما هو النهارده ايه؟ دخل في مسار اللعب كان عنده قدره ان هو ايه؟ يخرج من هنا او يجي من هنا. ولكن ده اول خطا ارتكبه الحكم نتيجه ايه؟ التحرك والتمركز السيء في المباراه. نتكلم في عنصر اللياقه البدنيه. مهم جدا نتكلم في الحكم ازاي يروح للقرار الصحيح يا كابتن ايمن، من خلال التحمل السرعه والسرعه القصوى ورأته للعب وتحركه وتمركزه. نروح نشوف الحاله الثانيه اللي هي موجوده.
الحاله دي كابتن مهمه جدا لكابتن حلمي ولكابتن يوسف وكابتن علاء وكابتن عادل كمدربين كبار النهارده. حسأل سؤال مهم جدا، لا خلينا بس في الحاله اللي فاتت دي مهمه جدا، انذار محمد هاني. هو هنا ادى انذار يا كابتن حلمي لمحمد هاني، انا بس عايز اعرف السبب ايه الانذار ايه؟ ستوب. هو هنا محمد هاني ارتكب خطا باهمال طبقا للقانون، لا يوجد بطاقه صفراء يا كابتن علاء. ثم اتاح الفرصه، يعني ايه؟ خطا محمد هاني هنا لم يعطل اللاعب، خلينا نمشي شويه بيبو نمشي خلاص، هو مشى اللاعب، اذا هنا اللاعب هنا استفاد من استمرار اللعب يا كابتن علاء. عشان ارجع ادي الانذار لمحمد هاني لابد ان يكون محمد هاني ارتكب مخالفه اللعب بتهور ولكن لما اشوف محمد هاني ارتكب المخالفه باهمال، وبالتالي طالما سمحت اللعب باستمرار اللعب انت اديت اللاعب فرصه ان هو يروح، وهنا محمد هاني ما عطلش اللعب ليه؟ لان هو اللاعب جه وخد الكره واكتملت الهجمه. يعني انذار غير مستحق. غير مستحق تماما، لان انا بدي انذار في حاله واحده بس. لو محمد هاني ارتكب خطا بتهور، بتهور يعني ايه؟ ركل بتهور او عرقله. دي ده تاني شيء بنتكلم على الحكم ان هو فهم القانون كان مش صحيح في هذه الحاله. نروح للحاله المهمه اللي بعد كده ونشوف طبعا التسلل هنا، والتسلل طبعا الحكم مساعد طبعا اللي هو كان موجود، طبعا التسلل صحيح ولحظه لعب الكره والربط ما بين الموقف واللاعب، هنا اللاعب في موقف تسلل والقرار هنا كان قرار صحيح للحكم المباراه. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف حالة من الحالات المهمة جدا جدا كابتن حلمي ونشوفها دي، يعني يا ريت نجيبها ونشوف الاسترزات هنا. اقصى شيء صعب على اللاعب ان انت تستخدم الاسترزات في الانكل من الخلف، دي حالة تقريبا في المباراة، وهنا شايفين الاسترز هنا موجود في الانكل. خلينا نمشي اللعبة ونجيبها، ما نوقفهاش، نمشيها ونشوف، نمشيها عادي مخرجنا العظيم، نشوف هنا. يعني انا اسال سؤال هنا، لما يكون في مخالفه زي ديت انت ازاي ما تشيرش البطاقه فيها كابتن علاء؟ لا واضحه، يعني راي بالاسترزاد في الانكل من تحت ده ازاي متعمد يا كابتن؟ وبالتالي هنا مفيش لعب بقى، ده الراجل هنا بص يا كابتن هنا ايه، ارتكب مخالفه تستوجب اقصى درجات التهور، مش هنقول كارت احمر، ولكن هنا راجل ما اشهرش البطاقه الصفراء. انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان انا اتكلمت في فهم القانون، في تحرك الحكم، في التعاون، كل الكلام دوت مش موجود في المباراه. ده بقى مقارنه بالانذار اللي اداه لمحمد هاني. محمد هاني احنا قلنا لا يستوجب الانذار، ليه؟ انك انت اتحت الفرصه والراجل راح خلاص، يعني محمد هاني ما عطلش اللعب. امتى يا كابتن؟ لو هو وقف ساعتها وصفر كان هيديله البطاقه لتعطيل اللعب، ولكن محمد هاني ارتكب خطا باهمال وانت اتحت الفرصه، وبالتالي الانذار غير صحيح. نشوف الحاله اللي بعد كده. دي حالة من الحالات التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل كبير جدا جدا جدا. هنتكلم بالقانون ونتكلم بالاعتبارات بتاعتنا ونشوف هنا المخالفة، من الذي نجح في لعب الكرة كابتن حلمي؟ كابتن حلمي وليد. نشوف وليد سليمان. أنا النهارده على محمود ما عندوش قدرة على لعب الكرة ولا عنده فرصة لعب الكرة، ولكن هو عمل إيه؟ هو في ارتقاء هنا طلع فوق، وبالتالي ارتكب مخالفة بإهمال تستوجب احتساب مخالفة. هذا الخطأ لو خارج ركلة حرة مباشرة، لو داخل منطقة الجزاء ركلة الجزاء مفيش فيها كلام. طيب اوكي، انت كان تمركزك 100% كويس جدا جدا، ثم لم تحتسب المخالفة. احنا قلنا الفار احيانا نشوف كده في الحالة دي، هنشوف الحالة دي وهنا هنا اولا القفز موجود والسند موجود والدفع موجود، جميع اركان المخالفة هنا موجودة، والاحتساب هنا بركله جزاء صحيحه، والحكم هنا مش موجود. ممكن نكملها يا كابتن من اولها لاخرها؟ نكمل، نرجع تاني ونشوف المخالفه يا كابتن ايمن. المخالفه هنا بص، هنا يعني محمود علاء لم ينجح في لعب الكره ولم يلعب الكره، وبالتالي هنا هو هنا القفز والركل والدفع موجود في هذه الحاله المهمه. اللي انا بقول ايه؟ الفار هنا نجدك، يعني ايه؟ عاوز اقول ايه؟ ان الفار هنا جابك، حاول يصحح لك الموضوع بس انت بالظبط كده مرضتش. السؤال هنا كابتن علاء، هو الفار جابك ليه؟ كابتن محمد طبعا اكيد انا الفار، انا قاعد الفار شفت ان هنا في مخالفه طبعا، ولكن إيه حضرتك رحت على المخالفه والشاشه جابت لك اللقطه اللي هي مفيش فيها كلام، ركله جزاء يا كابتن مليون في الميه مفيش نقاش فيها. اي حكم طبعًا. دي من اسهل ركلات الجزاء يا كابتن علاء اللي الحكم يحسبها، ركله جزاء سهله مفيش فيها صعوبه، تحسبها وانت مش قلقان، وبالتالي هنا انا شايف ان ركله الجزاء لم تحتسب. وخلي بالك يا كابتن دي اثرت على نتيجه المباراه. مفيش كلام، بص يا كابتن ركله الجزاء لم تحتسب في نتيجه انت محتاجها كلاعب، احنا بنتكلم بصفه عامه،
بصرف النظر عن النادي الاهلي او بنتكلم على اي نادي، فركله الجزاء لم تحتسب انت محتاجها اكيد انت ما بتاخدهاش وبالتالي بتاثر في نتيجه المباراه. هنا ركله الجزاء لم تحتسب بقرار خاطئ من الحكم. طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. دلوقتي لو الفار وقفني هل مين صاحب القرار؟ هل الفار ولا الحكم؟ سؤال ممتاز يا كابتن حالك. وبعدين لما يوقفني الفار مش من حقي اروح اتاكد، او من حق الفار يخليك تروح تتاكد بره؟ بالظبط هو ده اللي حصل بالفعل فندم. وراح هو من حق الحكم ان ياخد القرار. الوحيد الذي له حق القرار هو الحكم، حتى لو الفار جابني وقال لي شوف انا الحكم بياخد القرار يا كابتن حلمي. ولكن اقول حاله من الحالات ان ممكن تكون هي فاتت عليه الحاله. انا النهارده كفار بقول لك طب تعالى شوف انت يمكن تغير قرارك، لان الفار النهارده قاعد هو الفار متاكد تماما ان دي ركله جزاء، وبالتالي انت حضرتك رحت يعني جات لك فرصه. عارف لو مفيش فار يا كابتن حلمي انا بعذرك. هل ممكن الحكم ما يروحش؟ لا، في الحاله ديت لابد ان هو يروح. ليه؟ دي مخالفه تستوجب ان انا اشوف بعينيا. ليه؟ ان هو قال له في الكومنيكيشن ان في حدث لابد انك انت اللي تيجي تقرر فيه. يعني انا عملت اللي عليا كفار وقلت لك تعالى شوف وشاهد، وبالتالي طبعا انا شايف يا كابتن ركله الجزاء سهله جدا 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 اي حكم يحسبها، واثرت على مجرى المباراه. مش كلام، اثرت على نتيجه المباراه. زي ما قلت لك عنده مشكله في فهم القانون، عنده مشكله في التحرك، عنده مشكله في التعاون كمان بينه وبين الفار، عنده مشاكل كتيره جدا جدا يا كابتن ايمن. ده متهيألي محمود علاء ياخد فيها انذار كمان يا كابتن. يا كابتن انا بقول يعني يا سيدي احتسب لي المخالفه يا كابتن علاء، ادينا ركله الجزاء الاول وبعدين نقول انذار او مش انذار. ولكن هو ولا احتسب المخالفه ولا اشهر البطاقه. عموما نشوف الحاله اللي بعد كده كابتن مخرجنا العظيم. حاله من الحالات المهمه يعني بنقول المهاجم. طب انا هسال سؤال هنا كابتن، اللاعب هنا هل هو رايح يلعب كره؟ سؤال. نشوف اللاعب ان الفار ندهله في الكره دي. نشوف. بص حط ايده في جيبه. تعالى شوف اللاعب فين يا كابتن. هو اللاعب هنا رايح بالاستزادة كابتن حلمي. تمام؟ رايح بالاستزادة هنا في نيه ايذاء للاعب. ستوب. نهار اسود. هل انت تتخيل يعني هذه المهاجمه بقدم او بقدمين لاعب راح بالستارز على السمانه او على القصبه، ودي منطقه تعتبر منطقه حساسه. ده كارت احمر مباشر يا كابتن. انا شايف ان هنا في بطاقه حمراء مباشره وكان يجب. والكاميرا جت على الحكم وهو بيقول له استنى هشوف انذار ولا هدي له نقطه. بالظبط يا كابتن. انا شايف ان ما كانش في تعاون ما بين الفار والحكم، واحنا اتكلمنا في الحكم ان الحكم عنده اخطاء كثيره جدا زي ما قلت، عنده فهم ضعيف للقانون، عنده كمان اللياقه البدنيه والتحرك والتمركز مشكله كبيره جدا، عنده كمان مدى تقديره للاخطاء الفنيه داخل مناطق الجزاء مش موجود خالص، ضعيف. ضعيف جدا جدا جدا. هل النهارده الحكم اثر في نتيجه المباراه؟ هنا شايف ان هنا في بطاقه حمراء، وشايف ان في بطاقه قبل كده لم تشهر للتهور، وشايف ان انذار محمد هاني غير صحيح بالمره، وركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي. طب يا كابتن ده احنا في خلال 10 دقائق جبنا له كل حاجه غلط. دي يا كابتن يعني في نهايه الحديث بقول ان هذا الحكم يعني هو فعلا صح. الاتحاد الدولي ما خدوش في 2010 جنوب افريقيا، رغم ان هو كان عنده فرصه يروح كاس عالم، ما راحش 2010 وما راحش 2014 ولا 18. هو حكم مش من حكام النخبه، هو حكم من الحكام اللي هم بي، وبالتالي طبعا مستواه هو ده مستواه. بي يا كابتن، ومين اللي جابه ماشي زي ده؟ وهو ده مستواه، ودي اخطائه طبعا. واحنا بنقول احنا بنتعلم منها يا كابتن ايمن. حكامنا اللي موجودين عندنا حكام كتير افضل من هذا الحكم بكتير جدا جدا. اي حكم كان هيحسب ركله الجزاء بدون اي كلام. كويس يا كابتن. انا بتكلم عن ديربي من اهم دربيات العالم العربي. بالظبط، يمكن من اهم الدربيات في العالم كمان. بنقول يا كابتن انت حضرتك بتدفع اهلي فلوس. وزمالك اجيب له حكم أوكي. مصنف زي ده. اوكي، احنا قلنا الكلام ده امبارح يا كابتن ايمن، ونراعي ان احنا القمه ده لابد احنا عندنا في الحكام، في عندنا ماتيوس لاهوز في اسبانيا، عندنا مايكل اوليفر في انجلترا، عندنا فيليكس بيتش في المانيا، حكام كتير جدا قمه. يعني ايه المشكله ما انت كده كده حضرتك بتدفع مقابل وبتدفع بدل الحكام، حتى نجيب حكام احنا كحكام نقدر نستفيد منهم في القانون. حلو يا كابتن. هو مين المسؤول عن اختيار الطاقم دوت؟ اللجنه الخماسيه ولا لجنه الحكام؟ كابتن هو حضرتك اللجنه الحكام هنا بترشح زي ما احنا قلنا، بترشح كويس. بتبعت لاكثر من دوله، والمراسله بتبقى من اتحاد الكره، يعني اتحاد الكره هو مباشره اللي بيخاطب الاتحادات اللي هي الاهليه او القاريه، هو المنوط بمخاطبه الاتحادات. هنا لجنة الحكام بتبعت لاكثر من دوله، وممكن تطلب ان انا عاوز الحكم الفلاني مثلا، عاوز كابتن حلمي يحكم، كابتن حلمي حكم كبير، عاوزين كابتن حلمي مفيش مشكله، كابتن علاء ميهوب يجي يحكم، بنطلب في الجواب كده ان احنا عاوزين حكم كبير في الاليت ايه يحكم عندنا. مين اللي بيطلب؟ لجنه الحكام؟ بالظبط كده، لجنه الحكام بتطلب.
انا طبعا دي اخر حاجات. عموما احنا بنقول ان احنا حكامنا في النهايه كابتن حلمي يعني الراجل النهارده معاه الفار ما استخدمش الفار، اخطاء كتيره جدا جدا في فهمه للقانون وفي تحركه وتمركزه وفي لياقته البدنيه. يعني لا ال 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 الحكم النهارده اثر بشكل كبير بقراراته في هذه المباراه. ده تديله كم من 10 ده كابتن؟ لا كابتن احنا قلنا الحكم اللي اثر قراراته اثر في نتيجه المباراه. يعني ده مش اثر بس، يعني ده حكم اثر في نتيجه المباراه بعدم احتساب ركله الجزاء. حكم لم يشهر البطاقه الصفراء مرتين واشهر البطاقه الصفراء خطا، وحكم ما بيتحركش ما بيمشي في الملعب بيقف غلط. يعني انا يعني دوت بالنسبه لي. وخلي بالك كمان ما كانش فيه حمايه للاعيبه داخل الملعب. ما هي دي بقى المشكله يا كابتن. احنا بنقول ايه؟ نمره واحد في القانون، ازاي انت كحكم اللاعب يشعر بالامان معاك؟ كابتن حلمي يمكن تخليك معايا، لو انا النهارده كلاعب عند كابتن حلمي في الفرقه وحسيت ان الحكم مش حاميني في الملعب، خلاص انا النهارده بفقد الثقه في لعبي وفي ادائي ورد فعلي كمان بيأثر عليا. لا الحكم النهارده كابتن قراراته كلها يعني ما كانتش صحيحه بنسبه كبيره، اثر في نتيجه المباراه. نتمنى في المباراه الكبيره اللي جايه يكون حكام على مستوى القمه. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر خبيرنا التحكيمي. شكرا. وبنهايه الفقره التحكيميه نكون وصلنا لنهايه استوديو التحليل النهارده. بنشكركم اعزائي المشاهدين وبنشكر نجومنا النجوم الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن حلمي طلان. الف شكر. شكرا جدا يا كابتن ايمن. الف شكر. كابتن علاء ميهوب الف شكر. الله يخليك يا مبروك كابتن حلمي. الله يبارك فيك كابتن. كابتن محمد يوسف الف شكر. شكرا كابتن. شكرا. مبروك كابتن حلمي. شكرا. كابتن عادل مصطفى الف شكر. الف شكر كابتن. والشكر ايضا لحضراتكم اعزائي المشاهدين على حسن المشاهده والمتابعه، على امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.